ستيج، وده باي فار يعني من اهم المواضيع اللي عندكم في الاوبستريكس. ليه من اهم المواضيع؟ لان ده حاجه انتوا هتشوفوها كتير قوي قوي، دي حاجه. الحاجه الثانيه انتوا المسؤولين عنها، سواء عن الايتيولوجي بتاعها ليه هي بتحصل، او المانجمنت بتاعها ازاي تعملوا لها مانجمنت يعني. بلس ان هي الليدنج كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي ان ايجيبت، فبمعنى ان وبريفنتبل، بمعنى ان احنا لو عرفنا هي ايه الاسباب بتاعه البوست بارتم هيمريج وازاي ان احنا نعملها بريفنشن، احنا ممكن قوي ان احنا نساهم في ديكريز الماتيرنال مورتاليتي ان ايجيبت. فعشان كده ده من المواضيع المهمه جدا ومش ممكن يخلو منه امتحان يعني خالص، طالما هو موضوع مهم وانتوا كجي بيز انتوا اللي هتتعرضوا له، وانتوا اللي ممكن تمنعوه، وانتوا اللي ممكن تعالجوه، او انكم يعني تعملوا زي ناشونال كامبينز كده عشان تو ديكريز المورتاليتي ان ايجز، فديفنتلي اتس فيري امبورتنت. ايه هي الثيرد ستيج عشان نتكلم على الكومبليكيشن بتاعتها؟ هي مين بس الاول الثيرد ستيج اللي هي بتاعه الدليفري اوف ذا بلاسنتا. ومع الدليفري اوف بلاسنتا كمان كان في حاجه بتحصل، يعني كنا بنقول ايه بناخد كمان ساعتين بعديها مش كده عشان ايه؟ نشوف البوست بارتم هامبرج بالظبط، عشان نشوف اوبزرفيشن فور بوست بارتم هامبرج. فبالتالي الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل في الثيرد ستيج، يا اما ان البلاسنتا تبقى ريتين وما اتولدتش، هي دي مشكله، يا اما ان هو يحصل بوست بارتم هامبرج. فدي الكومبليكيشن اوف ثيرد ستيج اللي ممكن ان احنا نبقى اكسبكتنج، يعني اكسبكتد كومبليكيشن اوف ثيرد ستيج اللي هو يا اما يحصل البوست يعني فيلير اوف دليفري اوف ذا بلاسنتا، او انه يحصل لنا بوست بارتم هامبرج. في كونسيكونسز ثانيه لو احنا بقى عملنا فولتي مانجمنت، هنشوف ايه ممكن يبقى في كومبليكيشنز ثانيه. طيب اول حاجه نتكلم عليها اللي هي البوست بارتم هامبرج. هو يعني ايه بوست بارتم هامبرج؟ هو مش طبيعي ان هو بوست بارتم انه يحصل بليدنج؟ طب ليه بقى بوست بارتم هامبرج از ا كومبليكيشن اكتر؟ بالظبط اكتر من اللي احنا قلناه باي ريفرنس، اللي هو كان ايه الاكسبتبل ريفرنس 500 سي سي لو هي والده فاجينال، او عارف سي لو هي والده سيزارين سكشن. بالظبط كده، دي الديفينيشن او الاكسبتبل بليدنج في البوست بارتم ستيج، اللي هو يا اما يبقى 500 سم لو هي والده فاجينال، او 1000 سم لو هي والده سيزارين سكشن، ده اكسبتبل. لو اكتر من كده هيبقى اسمه excessive bleeding، او يبقى اسمه postpartum hemorrhage. طيب افرض ان هي ما يعني ما كملتش 500 سنتي، دي نزلت حاجه بسيطه قوي، ولقيت ان هي بقت شوكت، هل ده تعتبر postpartum hemorrhage ومحتاج انك انت تعمل لها intervention، ولا لا ده طبيعي ده هي نزفت 200 سنتي او 300 سنتي بس وبس بقت شوكت احنا مالنا يعني؟ لا لازم طبعا. فهو الديفينيشن بتاعتنا كويس، bleeding اكتر من 500 سنتي vaginal او 1000 سنتي cesarean، or bleeding that affects the general condition of the patient. لان ممكن قوي يبقى البليدنج مش سيفير قوي بالديفينيشن، لكن affecting the general condition لان هي كانت compromised، هي داخله لك اساسا compromised. فبالتالي الديفينيشن يا كده يا كده، بمعنى ان هي لو واحده كان هيموجلوبينها كان كويس ونزفت منك في الفاجينال ديليفري 1000 سنتي، لكن ولا افكتنج الجنرال كونديشن ولا اي حاجه، ست بتتكلم معاك زي الفل وقايمه وراحه وجايه وكله، يو هاف تو مانج ولا لا؟ لان ما هي دي ممكن هتكمل، في سبب انه مخليها اكتر حتى لو هي دلوقتي كومبنسيتد خلاص، لكن هتيجي وقت هتبقى دي كومبنسيتد، ما لازم اعرف ليه اكسسيف بليدنج او سيفير بليدنج. عشان كده الديفينيشن اند اور خلاص، يا اما ان هي تبقى بليدنج اكتر من 500 سنتي، اكتر من 500 سنتي او اكتر من 1000 سي سي، او affecting the general condition of the patient. يبقى ده بالنسبه للديفينيشن. الانسلنس هل ده انسلنس عادي بنقابله ولا لا؟ طبعا ده لسه بقول لكم، ده leading cause of maternal mortality in Asia. هو في ثلاثه leading cause of maternal mortality في العالم كله خلاص، ثلاثه leading causes. يعني ايه اسباب الماتيرنال mortality؟ maternal يعني واحده حصل لها mortality related to pregnancy and delivery، يعني فدي اسمها يعني maternal mortality. يعني مثلا لو واحده حامل خبطتها عربيه، دي مش ريليتد تو بريجننسي اند ديليفري، مش تبعنا، فاحنا ماتيرنال مورتاليتي يعني الكوز اوف ديث كان ريليتد تو البريجننسي اند ديليفري خلاص. فايه بقى الكوزز تفتكروا اوف ماتيرنال مورتاليتي وورلد وايد؟ بريكلامسيا، بيرث بروسيسز، بوست بارتم هامج. فعلا هم دول الثلاثه، هم دول الثلاثه، بريكلامسيا وبوست بارتم هامج وبيرث. لو انت بتتكلم على developed countries يعني بلد من الدول الديفلوبت يعني، بتفتكروا leading cause هيبقى ايه؟ بريكلامسيا. ليه؟ لان بريكلامسيا ملهاش ايتيولوجي، كلها theories. فكل ما تكون حاجه ملهاش ايتيولوجي هتبقى prevented ازاي ما انت مش عارف ايتيولوجي. ف
فلكن كل ما تكون الحاجه ليها ايتيولوجي فالمفروض ان انت بالفاسيلتيز بتاعتك وكده انك انت تبريزنت. فعشان كده في الديفلوب كانتريز هي فعلا البري اكلامسيا. طب في الديفلوبينج كانتريز تفتكروا ايه؟ سكسس. لو فيري ديفلوبينج كانتريز طب هتبقى بيبر سكسس عشان دي برضو فيري بريفنتبل. كان زمان في مصر على فكره كانت برضو بيبر سكسس بس احنا الحمد لله دلوقتي ما فيش بيبر سكسس كويس، لكن ستيل البوست بارتم هيمرج مشكله. عشان كده لو فيري ديفلوبينج كانتري هتبقى طبعا البيبر سكسس، ولسه في اماكن في افريقيا وكده هي بيبر سكسس از ليدنج كوز اوف ماتيريال مورتاليتي، لكن احنا عندنا في مصر اللي هو البوست بارتم هيمرج. وطبعا يعني لو احنا ابتدينا بريفنت البوست بارتم هيمرج ده هيخلي ان مش هتبقى هي دي ليدنج كوز اوف ماتيريال مورتاليتي عندنا. يبقى احنا بنتكلم على اول بوست بارت او الكومبليكيشن اوف ثيرد ستيج اللي هي بوست بارتم هيمرج. بوست بارتم هيمرج لو حصلت اول 24 ساعه من الولاده بنسميها برايمري بوست بارتم هيمرج، لكن لو حصلت بعد 24 ساعه من الولاده لمده امتى؟ اندوبوربوريوم بالظبط كده، لان كل ده البوست بارتم بيريد كويس، بنسميها سكندري بوست بارتم هيمرج. اند اكشوالي ات از سكندري تو انفكشن، يعني موستلي ات از سكندري تو انفكشن. فالبرايمري بوست بارتم هيمرج هو ده الليدنج كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي، هو ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو within the first 24 hours of delivery. لكن السكندري بوست بارتم هيمرج، السكندري بوست بارتم هيمرج ده من بعد 24 ساعه من الولاده لحد الاند اوف بربوريوم، وده موستلي ديو تو انفكشن، وده موستلي ديو تو انفكشن. طب نيجي نتكلم بقى على البرايمري بوست بارتم هيمرج. قلنا الديفينيشن بتاعتنا بليدنج اكتر من 500 سنتي في الفاجينال ديليفري او اكتر من 1000 سنتي في السيزارين سكشن او بليدنج ذات افكتس ذا جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت. ده بالنسبه للديفينيشن. الانسنس قلنا اتس ليدنج كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي ان ايجيبت هاي انسنس، وهي وان اوف ذا 3 كوزز اوف ماتيرنال مورتاليتي وورلد وايد. ده بالنسبه للديفينيشن والانسنس. تفتكروا ايه اللي ممكن يخلي واحده يجي لها بوست بارتم هيمرج؟ ايه الاسباب؟ اتوني بالظبط كده، اتونيك بوست بارتم. واتوني ده اكتر من 70% من حالات البوست بارتم بتبقى اتوني. فايتس فيري فيري كومن، ولما حد بيقول لنا بوست بارتم هيمرج على طول بيجي في مخنا اتوني، هو اليوترس ده اتونيك ولا لا؟ لانه اتوني هو سبب يعني من اكثر الاسباب اللي تؤدي الى بوست بارتم هيمرج. طب هل في اسباب للاتوني؟ يعني هل في واحده اللي تبقى انت في بريديسبوزنج فاكتورز فيها تقول ايه لا انا خايف منها انا قلقان منها لحسن تخش في اتونيك بوست بارتم، دي ممكن يجي لها اتونيك بوست بارتم؟ مين الست اللي تبقى قلقان ان يجي لها اتونيك بوست بارتم؟ برولونجد ليبر، قاعده فتره طويله بتقول برولونجد ليبر. ايه كمان؟ بريسيبتيك ليبر، لان البرولونجد ليبر دي تعرضت فتره طويله للكونتراكشن. بريسيبتيك ليبر فتره قصيره كانت فيري سترونج كونتراكشن، فالبرولونجد ليبر والبريسيبتيك ليبر الاثنين ممكن يحصل لهم اتونيك بوست بارتم. ايه كمان؟ اوفر ديستندد يوترس، كان اليوترس اوفر ديستندد سواء بمالتي فيتال جستيشن سواء كان بالبولي هايدراميس ماكروسوميك فيتس، يعني كان في اوفر ديستنشن اوف ذا يوترس، فبالتالي ممكن قوي عشان يرجع يرجين الكونتراكشن والسايد بتاعه ياخد وقت فتخش منك اتونيك بوست بارتم. ايه كمان؟ كوفلير فده مالتي بارا، لان المالتي بارا بتبقى المسلز الميوميتريم بتاعها بيبقى شويه فايبراتيك، فبالتالي الكونتراكشن والكونتراكتيليتي بتاعته هتبقى افكتد او هتبقى لس ذان لو واحده بنتكلم على الميوميتريم بتاعها كويس وهيلثي زي واحده برايمري او سكند جرافيد او كده. يبقى انتوا قلتوا دلوقتي يوتراين اوفر ديستنشن برولونجد اور بريسيبتد ليبر المالتي بارا. ايه كمان؟ كوفلير يوترس افندم انيميا. انيميا از فيري اكشوالي هو ده الحاجه اللي هتبقى بريفنتبل، لان هي تبقى مالتي فيتال جستيشن هتبريفنت ازاي؟ ان البيبي يبقى ماكروسوميك هتبريفنت ازاي؟ ان مش عارف برولونج ليبر المفروض يبروبرلي مانج برولونج ليبر او كده. بس هو الانيميا يعني كون ان هي انامك اساسا كويس ده ديفينتلي هيبريديسبوز تو اتونيك بوست بارتم. ليه الانيميا تبريديسبوز تو اتونيك بوست بارتم؟ اي اورجن في جسمنا عشان يعمل الفانكشن بتاعته محتاج اكسجين، والاكسجين ده هيبقى كارد على الهيموجلوبين. يعني عشان الكيدني مثلا تكون البول ومش عارف ايه لازم بروبر اكسجينيشن يروح للكيدني عشان ما تبقى تكون يعني يورين اوتبوت كويس، ما تبقاش اوليجوريك مش كده ولا ايه؟ برده الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت، يعني كل حاجه محتاجه بروبر بلاد سبلاي او بروبر هيموجلوبين اماونت عشان هو ده اللي بيكاري الاكسجين، فبالتالي الاورجن ده يعمل الفانكشن بتاعه. هي ايه الفانكشن بتاعه اليوترس؟ كونتراكشن. هي الفانكشن بتاعه اليوترس كونتراكشن. لو هي اساسا انامك كويس اليوترس ده مش وان اوف ذا فايتال اورجانز طبعا، فلو هي اصلا انامك هيبقى يحصل ريديستريبيوشن للبلاد ده وحصل لها يعني بليدنج سيفير بليدنج زي ما قلنا 500 او 1000 او كده، فهيحصل ريديستريبيوشن للبلاد هيروح الاول للمور امبورتنت فايتال اورجانز زي مثلا برين زي الهارت حتى الكيدني اهم كويس، لكن مش هيروح للسكن مش هيروح لليوترس لان دول لاز فايتال اورجانز.
فهتلاقي ان اليوترس مش عارف يعمل الفانكشن بتاعه او مش عارف الكونتراكت هتخش منك في اطاني البوست بارتم. فده مهم مهم جدا 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 قصه الانيميا دي، لان امال هي بتعمل معاك انتينيتال كير ليه؟ راحه جايه عليك وعماله تقول متابعه حمل متابعه حمل متابعه حمل وانت سايبها انامك؟ ما هو ما ينفعش. يبقى ما تسمحش الواحده حامل ان هي تفضل في متابعه الحمل بتاعتك في الانتينيتال كير وهي الهيموجلوبين بتاعها مش واصل ل 12، لانه يعني لو هي 10 ما حلوه قوي حلوه قوي لو هي مش حامل، لكن ال 10 دي هي لما تولد على الاقل في الولاده لو هي ولدت سيزارين هتبقى 9. طب انت مين قالك ان هي هتبقى كومبنسيت او ما تنزفش اكتر من كده؟ فما تخليهاش ابدا بوردر لاين. امال هي بتعمل انتينيتال كير معاك ليه؟ ما تخليهاش بوردر لاين. ومن اهم ومن اكتر على فكره الميديكال ديز اوردر ديورينج بريجنسي هي انيميا مش بريجنسي زي ما هناخد بعد كده في الميديكال ديز اوردرز. فمهم جدا انك انت وايل دوينج الانتينيتال كير انك انت تتريت الانيميا، يعني تو ديتكت اند تريت انيميا. عشان كده من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها روتين كل شهر كويس حتى لو هي مش سيمتوماتايزنج ان احنا بنعملها سي بي سي، لازم بتعملها سي بي سي يورين اناليسيس يورين عشان لو في حاجه اسمها اسيمتوماتيك بكتيريا هنتكلم عليها برده بعدين، وسي بي سي عشان لو في انيميا حتى لو هي مش سيمتوماتايزنج انك انت تدي لها ميديكيشن وتعمل تريتمنت او انيميا. يبقى بنتكلم على الكوزس او برايمري بوست بارتم هيمريج. اول حاجه قلتها لي واهم حاجه هي الاتوني، وفعلا دي اكتر من 75% من اسباب البوست بارتم هيمريج بتبقى ديو تو اتونيك بوست بارتم. والاتونيك بوست بارتم ده ليه بريديسبوزنج فاكتور زي ما انتوا قلتوا، لو اوفر ديستنشن اليوترس برولونجد او بريسيبيتد ليبر اوفر يوز او مال يوز اوف اكباليكس كويس بروستاجلاندز لو انا بعمل اندكشن او اوكسيتوسين لو انا بعمل اوجمنتيشن لان ده هيعملوا اكزوشن للمينيتريال فايبرز لو هي اساسا انيميك. يعني كل دي بريديسبوزنج فاكتورز ممكن تؤدي الى بوست بارتم اتوني. فبالتالي لو في حاجه من البريديسبوزنج فاكتورز دي موجوده لازم ابقى انا كيبينج ان مايند ابقى جايبه لها ريبليسمنت علق لها دم اديلها بروستاجلاندز او اديلها اكباليكس بعد الولاده، يعني ابقى انا مايندد بالبريديسبوزنج فاكتورز بتاعه الاتوني. طب ايه اسباب ثانيه ممكن تعمل لنا بوست بارتم هيمرج غير الاتوني؟ افندم بقى الكونسيلد هيماتوما دي هتخش في مع الاتوني، لان الكونسيلد اكسيدنتال هيمرج زي ما خدنا المره اللي فاتت ده ممكن يعمل لنا كوفلاب يوترس وده بيخلي الميوتريال فايبرز برده ما تبقاش فيري هيلثي فالكونتراكتيليتي تبقى افكتد. فالكونسيلد اكسيدنتال هيمرج هيخش في ان هو يعمل ثرو اتوني. ما هو الكونسيلد هيعمل لك ازاي بوست بارتم؟ احنا بنشوف اسباب البوست بارتم. فالكونسيلد لوحده ايوه هيعمل بوست بارتم ازاي؟ ما هي بوست بارتم ثرو اتوني. فيبقى كده رجعنا تاني للاتوني. ايه كمان يا دكاتره؟ تروماتيك بالظبط. تروماتيك مش ممكن تروما مش ممكن يكون رابتش اليوترس ويعمل لنا بوست بارتم. بيبقى انترا بارتم لكن هيكمل بوست بارتم بعد ما البيبي يتولد والبلاسانتا تتولد هتكمل برده تفضل تنزف لان هي عندها يوترين رابتشر او سيرفايكال لاسريشن او سيرفايكال تيرز او برينيال لاسريشن او فاجينال لاسريشن. يعني تروما التروماتيك يعني حصل تروما او تروماتيك هيمريج كويس تروماتيك لاسريشنز هي دي اللي ادت لبوست بارتم هيمرج. عشان كده دايما بنقول انه بعد الدليفري اوف البلاسانتا احنا واكسبلور ذا بلاسانتا الممبرز فور ان هي كومبليت البلاسانتا الممبرز ما فيش ريتين بارتس موجوده وباكسبلور الجنرال فاكت ان هو ما عنديش لاسريشنز موجوده في البرينيوم في الفاجينا في السيرفكس في اليوترس لو كانت هي والده مثلا في باك او كده. يعني كل دي حاجات بعملها عشان تجارد اجانست تروماتيك بوست بارتم. ما ايفي باس ان نوتس يعني انا ولدت الام البيبي ولد والبلاسانتا ولدت وما خدتش بالي ان انا عندي لاسريشنز ونقلتها قاعد بعد الولاده. طب ما دي هيجي لها بوست بارتم. ايوه ايه سبب البوست بارتم؟ مش اتونيك اليوترس هنا كونتراكتد لو هو بتكلم على لاسريشنز ده هتبقى اسمها تروماتيك بوست بارتم هيمرج. والتروماتيك بوست بارتم هيمرج دي ذا سكند كوز اوف برايمري بوست بارتم هيمرج اكتر من 20% من الحالات كويس او 25% كمان. يعني ممكن الاتوني مع التروما لوحدهم ممكن تقول ان هم 100% من الحالات اللي انت ممكن تشوفها سواء اتونيك او تروماتيك بوست بارتم هيمرج. ايه البريديسبوزنج فاكتور تو تروما؟ يعني مين الست اللي هبقى قلقانه منها قوي لحسن يجي لها تروماتيك بوست بارتم؟ انسترومنتال دليفري. لو انا استخدمت انسترومنت هي دي اللي هبقى قلقانه ولازم اعمل لها فعلا بروبر اكسبلوريشن للجينيتال تراك لحسن يكون الانسترومنت اللي انا استخدمته ده عمل تروما او لاسريشن او كده وانا ما خدتش بالي. ايه كمان؟ البرايمري جراف ده هخاف من تروما اكتر. ايه رايكم؟ المالتي هي اللي بخاف من يوتراين رابتشر. طب امال ليه قلتوا برايمري؟ ما اكيد في راشنال بيهايند انك انت تقول لي برايمري عشان لايبل تو لاسريشن. ده ليه لايبل تو لاسريشن؟ لو انا ما عملتش ابيزود ده دي حاجه قصه ثانيه. فتقولولوش برايمي وتسكتوا لان برايمي ازاي يعني برايمي زكاه المالتي احنا لسه عمالين نقول اليوترس بتاعها ما بيعرفش ايه وايه. يبقى هي ما كانتش قصه البرايمي بقى البيبي ده لو كبير او ريجيد بيرينيا فانا اي اوميتد ابيزود دي قصه ثانيه دي
قصه ثانيه. فانتوا بالي بارتيكولر سيتويشن في البرايمري انه كان البيبي بتاعها كبير او البرينيوم بتاعها ريجيد وانا اي اوميتد دوينج الابيزيوتومي, فبالتالي حصل لها برينيال لاسيريشن. لازم نبقى احنا دقيقين يا دكاتره, نبقى عارفين احنا بنقول كده عشان ايه, خلاص يعني ليه. فانتوا فعلا الراشونال بيبقى صح, بس انتوا الاكسبريشن بتاعكم هو اللي بيبقى فيه مشكله. فعشان كده مهم قوي to express yourself properly very clear, يعني بحيث ان اللي قدامك ما يعني ما ياخدش الكلام بتاعك على محتملين. على فكره ده في كل حاجه مش بس في الطب يعني. anyway فكده بنتكلم على الاسباب بتاعه البوست بارتم هيمرج. فاول حاجه قلت لي اتوني, فعلا اتوني اكتر من 75% من حالات البوست بارتم هيمرج بتبقى ديو تو اتوني. تاني حاجه قلتها لي تروما, فعلا جدا جدا, وفي برده بريديسبوزنج فاكتور للتروما زي مثلا انسترومنتال ديليفري, زي برده مال يوز اوف اكباركس لان ممكن تعمل رابتش بيترس, ممكن تعمل لك بريسيبيتد ليبر لاسريشن للسيرفكس كده, اوميتنج ابيزيوتومي وانيفر انديكيتد. يعني كل دي اسباب ممكن تؤدي الى تروماتيك بوست بارتم هيمرج. يبقى كده قلنا اول حاجه الاتوني, اسباب البرايمري بوست بارتم هيمرج اتوني, وبعدين تاني حاجه قلنا التروما. ايه كمان, ايه كمان ممكن يخلي ان الست بعد ما تولد تقعد تنزف؟ افندم عندها سيستميك ديز اوردر, يعني ممكن عندها مثلا هي بليدنج تندنسي, هي عندها ليفر فيلير, فالكوجريشن فاكتورز مش شغاله, هي ماشيه على انتي كواجولانس او ميديكيشن ما وقفتهاش قبل الولاده او كده, فسيستميك ديز اوردرز ممكن يخليها ان هي تنزف. ايه كمان؟ دي اي سي دي وان اوف ذا سيستميك كومبليكيشنز برده, يعني ما هي مش هتجيلي الدي اي سي, يعني حصل لها سيفير بليدنج دخلها في دي اي سي ففضلت بقى مستمره في هذه البليدنج بتاعها. ايه كمان؟ ريتين بس, مش احنا حتى حدنا في الانكمبليت ابورشن ان هو ليه بتفضل تنزف 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 ست طول ما اليوترس فيه كونتنس هيفضل يكونتراكت وينزف لحد ما يبقى فاضي. فهي لو فيها ريتين بارتس اوف ذا بلاسينتا ريتين بارتس اوف ذا ميمبرينز هتفضل تنزف هتفضل تنزف 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 لحد ما اليوترس يبقى فاضي. فبالتالي مهم قوي انك انت, عشان كده قلنا في الثيرد ستيج انك انت بتكسبلور البلاسينتا اند ميمبرينز تو بي كومبليتد, لان لو في كوتيليد مثلا لسه موجود جوه اليوترس او بارتس اوف ذا ميمبرينز لسه موجوده جوه اليوترس هيفضل اليوترس ده يحاول يكونتراكت وعمال ينزف لحد ما يبقى فاضي, بيحاول ان هو يعني ينزل البقايا اللي موجوده فيه. فريتين بارت هو ثالث فعلا سبب من اسباب البوست بارتم هيمرج, ودي لازم الاسباب دي تبقى في دماغنا. ليه؟ لان لما تجي لك واحده بوست بارتم هيمرج او بتندهك الحكيمه ايه يا دكتور ده العينه عماله في اللي انت ولدتها من ساعه دي عماله تنزف عندي في قاعه بعد الولاده, على طول بيبقى في بالك شويه ديفرنشال دايجنوزس كده, عايز انك انت تكونفيرم يا اكسكلود. ايه ده هي دخلت في اتوني؟ هو انا عملت رابتشر ولا حاجه؟ وانا استخدمت انسترومنت كان مش عارف ايه كان فيها حاجه كان فيها لاسيريشن؟ هو انا شفت البلاسينتا كانت كومبليتد ولا لا؟ الممبرينز كانت كامله ولا لا؟ انا خدت بالي من الحاجات دي ولا ما خدتش؟ هو ده اللي بيبقى الديفرنشال دايجنوزس في دماغك عشان تشوفه. ما انت لو انت مش عارف انت بتدور على ايه مش هتعرف انت في ايه, يعني لازم تبقى عارف انت بتدور على ايه. بدور على اليوترس ده كونتراكتد ولا لا؟ بدور فيه عندي تروما ولا لا؟ بدور فيه ريتين بارتس ولا لا؟ هو ده اللي انت بتدور عليه, هو ده اللي انت عايز اجابات على الاسئله دي. على فكره ممكن يبقوا ميكسد, يعني ممكن تكون هي الاول تروماتيك كويس وبعدين فضلت تنزف تنزف لحد ما قلبت اتونيك. ما هو اليوترس ده كمان معاه هيفضل يجيله دم لحد امتى؟ خلاص ابتدى تنزف تنزف بقت دي كومبنسيتد قلبت اتونيك فبقت عندك ميكسد ميكسد تروماتيك اند اتونيك. يعني فعشان كده لازم تدور على كل الاسباب, ومش معنى انك انت لقيت سبب واحد منهم خلاص تسيب بقيه الاسباب. لازم كلهم الثلاثه اللي هم المين الثلاثه المين اللي احنا كاتبينهم في الاول وكاتبين موست كومن وسكند وثيرد, دول الثلاثه المين لازم تدور عليهم لازم تدور عليهم. يعني ان هو عندك اتوني ولا لا, في تروما حصلت ولا لا, وفي ريتين بارتس موجوده ولا لا. فدول الايتيولوجي بتاعك. في سؤال لحد دلوقتي؟ ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت واحده برايمري بوست بارتم هيمرج؟ احنا بنتكلم على البرايمري بوست بارتم هيمرج. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ سيمتومز شوك كبير بليدنج او شوك. ما هو يعني ده انت هينادوك عليها, هي مش هي اللي جايه لك تشتكي, ما هي والده معاك مش كده ولا ايه؟ او يعني والده بره وجايبينها لك بعربيه الاسعاف. فده سيمتومز. ساينز بقى, ساينز جنرال وابدومينال ولوكال. جنرال بالور هايبوتنشن تاكيكارديا كل الحاجات اللي هي كل كلامي سكين اللي هي الحاجات الساينز اوف شوك ده جنرال. طب ابدومينال بين برضو اللي يقول لي حاجه يقول لي ليه, لان ما مش كل حاجه بنقولها في كل حته. لو حد قال لي بين يقول لي ليه. لو تروماتيك تروماتيك هو انا خبطتها على بطنها, يعني لو اليوترس ده رابتشر, لو هي عندها سيرفايكال لاسريشن, لو عندها برينيال لاسريشن. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على طول في انترا بارتم هيمرج وقلنا يوتراين رابتشر وبرينير لاسريشن وبجاينا لاسريشن كده كان من ضمن الحاجات. اولا بين ده سيمتوم وليس صح, صح ده بين ده سيمتوم خلاص.
فانت لو قلتي لي على الارض هتقولي لي تندرنس، مش هتقولوا لي بين، ده مبدئيا هتقولوا لي تندرنس. فاحنا دلوقتي بنتكلم على قلنا سيمتومز هتبقى بليدنج او مفيش سي او يعني انا اللي هكتشفها، فهنخش على طول على الساينز. ساينز قلتوا لي ساينز اوف شوك زي هايبوتنشن تاكيكارديا مش عارف كولد كلام سويت بالر بتاع، متفقه جدا مع كده. ده جنرال ابدومينال، جينا على الابدومينال ها بمعنى على طول هيبقى صف على طول هيبقى صف لاكس يوترس ها لو هو اتون بالظبط كده. فممكن الاقي اليوترس وده اللي انا بروح اعمله، انا ببص على بطنها هو اليوترس ده لاكس هو اليوترس ده صف هو اليوترس ده اخباره ايه، ولا اليوترس بروبرلي كونتراكتد اند فيرم، مش كده ولا ايه؟ عشان عايز افرق ما بين هو اتونيك ولا تروماتيك، دول الميجر كوزز اوف بوست بارتم هيمريج. فعلى طول عايز اشوف هو لاكس يوترس ولا هو فيرم اند كونتراكتد يوترس. فعلى طول الاقي على بطنها عايز اشوف هو لاكس يوترس لا هو فيرم اند كونتراكتد يوترس ولا ايه. هل هيبقى في تندرنس في القصه؟ لا خالص. هيبقى في تندرنس منين؟ ما هو نبقى يعني لازم الحاجات كلها تبقى يعني عشان لما يقول لك في ورد او تلاقي عينه مثلا بتتوجع او كده لا ده في حاجه ثانيه بقى موجوده مش كده ولا ايه. فبص على بطنها عشان قصه الريلاكستي اوف ذا يوترس او اذا كان في فيرم ان كونتراكتد يوترس. طب ده بالنسبه لبطنها. هل البي في اكزامينشن مهم ولا مش مهم؟ ابص على ايه؟ بي في اكزامينشن بتعمل ولا ما تعملش بي في اكزامينشن؟ ليه بي في اند باي مانوال لما بنقول بي في اصلا بي في اند باي مانوال اكزامينشن؟ ها لاسيريشن. اه ممكن احس اللاسيريشن دي الموجوده شويه في سيرفايكال لاسيريشن برينيا فاجينا لاسيريشن ممكن احس اللاسيريشن. ايه كمان؟ اليوترس اشوف اليوترس هو لاكس ولا لا. طبعا لما اجي اعمل باي مانوال اكزامينشن هشوفه لاكس ولا لا، وفي نفس الوقت برضه هشوف الانفوليوشن اوف ذا يوترس مش كده ولا ايه؟ يعني اليوترس ابتدى كونتراكتد وابتدى ما هو بعد الولاده على طول اليوترس بيوصل لفين؟ عند الامبريكس بالظبط. لو لقيته لسه سب انفوليوتد وصح لا ده في كده element of atony وفي دم متجمع جوه وكلام من ده، امال يعني ليه اليوترس rising fundal level او الفاندال ليفل بتاعه عالي؟ فبعمل طبعا باي مانوال اكزامينشن عشان اشوف الفيرمنس او الكونتراكتيليتي بتاعت اليوترس هو كونتراكتد ولا لا، واشوف اذا كان في لاكستي اذا كان في يعني rising level للفاندس. ايه كمان؟ هل هلاقي bleeding؟ هو اسمه بوست بارتم اكيد هلاقي bleeding. bleeding ده شكله ايه ولا كله زي بعض؟ يعني هل في الاتونيك بوست بارتم البليدنج هيبقى زيه زي التروماتيك بوست بارتم؟ لا دارك، لانه دارك اولتر ده الدم متجمع جوه اليوترس عمال يتجمع جوه اليوترس لان اليوترس مش بيكونتراكت، فبالتالي كل البلاسنتال بد عمال يجيب دم ويجمعه جوه اليوترس. انت لما تعمل تحاول تستيميليت كونتراكتيليتي اوف ذا يوترس هتلاقي بلاد كلوتس كده دارك عماله تنزل لك، عماله تنزل بلاد كلوتس بدارك. لكن في التروماتيك هيبقى ايه اخبار الدم؟ فريش ده حاجه مفتوحه سواء لاسيريشن في السيرفيس هتلاقي فريش بلاد عمال ينزل خلاص فريش بلاد عمال ينزل. فهو ده الفرق عشان يعني تبقى انت متخيل. طب ايه تاني في البي في مهم؟ اشوف ايه كمان؟ ريتين بارت مش بنقول ريتين يا دكاتره كويس؟ فثروز السيرفيكس ما هو السيرفيكس مش بيقفل على طول، ده السيرفيكس بياخد وقت عشان يقفل خلاص ده كل فتره البيبوليوم. فممكن قوي ان انا احس ريتين بارت زي بالظبط في الانكمبليت ابورشن مش كنا بنشوف ريتين تيشوز من السيرفيكس او كده، فتحس هل في ريتين بارتس ميمبرينز بلاسنتا بتاع ريتين بارتس موجوده وانت بتعمل البي في اكزامينشن. فالكلينيكال بيكتشر بتاعتنا طبعا سيمتوم جنرال بتاع الشوك وابدومين تشوف لاكستي تشوف اذا كان في فيرمنس يعني عشان تتاكد هو اليوترس ده اتونيك ولا تروماتيك. بالبي في بتشوف الاماونت اوف بلاد والكالر بتاعه دارك ولا بلاد كلوتس ولا ايه، واذا كان في برينير لاسيريشن واذا كان في ريتين بارتس موجوده ولا لا. طيب ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر. لو انت سبتها كده ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل من البوست بارتم هيمرج؟ هتموت طبعا ممكن ده ما احنا بنقول ليدنج كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي يعني ده. ايه كمان؟ دي ار سي ممكن تخش في دي ار سي لان الماسيف بلاد لوس السيفير بلاد لوس ده ممكن يدخلها في دي ار سي. ايه كمان؟ رينال فيلير ورينال شت داون عشان برضه الشوك والريديستريبيوشن بتاع البلاد وكده. ايه كمان؟ شيهان سندروم بالظبط كده. مش احنا خدنا شيهان سندروم وكان الكوز بتاع الشيهان سندروم سبيسيفيكلي سيفير بوست بارتم هامرج ادى الى بيتيوتري الفاسكولار نيكروزس في الانتيريور بيتيوتري جلاند وبالتالي دخلت منك في شيهان سندروم. فدي الكومبليكيشن لو انت سبتها. طب لقيت واحده بوست بارتم هامرج تعمل لها هل تعمل لها انفستيجيشن ولا لا؟ لو هتعمل لها انفستيجيشن تعمل انفستيجيشنز ايه ومانجمنت؟ ده على طول كروس ماتشنج وبلاد وعايزاه. وايه كمان وانا باخد العينه عشان الكروس ماتشنج هي نفسها يعمل منها سي دي سي وهيموجلوبين كده عشان اشوف انا هاو فار اي ام والريبليسمنت اللي انا محتاجاه قد ايه. فعلى طول بنبعت سي بي سي كويس وكروس ماتشنج.
ماتشنج عشان نبقى عارفين بس نبقى جايدد احنا محتاجين نعمل ريبليسمنت بايه والايه, يعني هل هو ار بي سيز بس ولا ده محتاجه بليتليس ولا محتاجه كلوتنج فاكتورز ولا محتاجه ايه بالظبط. فبنعمل بس الانفستيجيشن احنا وي ار نوت ويتنج فور الريزلت اوف ذا انفستيجيشن. ده الانفستيجيشن دي عشان تجايد يو في المانجمنت اللي انت بتعمله. هو ايه المانجمنت اللي انا هعمله؟ البريفنشن. ده طبعا فيري امبورتنت اكستريملي امبورتنت لان احنا لسه بنقول ده بريفنتبل. ده بريفنتبل بريفنشن. بريفنشن يعني اعمل ايه؟ ايوه من اول الانتينيتال كير. يعني البريفنشن بتاعك يا دكاتره هيبتدي من اول البروبر انتينيتال كير ان هو تريتمنت, يعني دياجنوز اوف انيميا, تريتمنت اوف انيميا. انك انت لو هي فيها ساينز اوف بيهايند ستانشن او كده يبقى تبلان ان هي تولد في المستشفى وتبقى مديها اجبالكس ومحضر نفسك وكده. فبروبر انتينيتال كير بروبر مانجمنت بتاع الفيرست ستيج ان هو ما تسمحش للبرولونجد ليبر, ولو كسبتك ليبر تقدر تمنعها وكده. لو هتستخدم انسترومنتال ديليفري في السكند ستيج برضو تبقى انت تعرف بروبر يوز اوف انسترومنتال ديليفري, بروبر يوز اوف اجبالكس, دوينج ابيزيوتومي وان ايفر انديكيتد. يعني بروبر مانجمنت في الانتينيتال كير في الفيرست ستيج اوف ليبر وانت في الجريشن اوف ليبر, يعني واليوز اوف اجبالكس في السكند ستيج اوف ليبر وانت بتولد البيبي لو كان ماكروسوميك او كده, انك انت لو محتاج تعمل ابيزيوتومي, لو هتستخدم انسترومنتال ديليفري تبقى واخد بالك عشان كل الحاجات دي هي اللي ممكن تؤدي الى انه يحصل لها تروماتيك بوست بارتم. والثيرد ستيج ايه اللي هعمله في الثيرد ستيج؟ اتاكد انه طبعا هعمل بروبر اكتيف مانجمنت اوف ثيرد ستيج ان انا ادي اجبالكس, اكسبلور البلاسنتا ميمبرنز ان هم كومبليتد مفيش ريتين بارتس اوف ذا بلاسنتا موجوده جوه, اكسبلور الجينيتال فاكت انه ما حصلليش اي لاسريشن ولا سيرفايكال ولا برينيل ولا فاجينال لاسريشن. يعني البريفنشن از اكستريملي امبورتنت لان باي بريفنتنج انت ممكن ما تخشش اساسا في البرايمري بوست بارتم هيمرج. فبريفنشن. طب حصل لك اكتوال بوست بارتم هيمرج وده مهم, ده مهم جدا. المانجمنت بتاع البوست بارتم هيمرج في غايه الاهميه, في غايه الاهميه. ودايما بيجي لكم سايت اوف اي ان كيوز كده ولازم بتيجي اي ان كيوز عشان هي ديفرنت سيتويشن, فلو هتستخدم ايه وهيجي لك الحاجات كل دول. طب هم دول اللي بنعمل, ايوه مين بقى اللي هتعمل لها ايه؟ ما هم مكتوبين برده في الكتاب كده, ايوه مين اللي هتعمل لها ايه؟ هو ده اللي انت عليك تعرف. ما هو مش كله هعمل له كله, مين هعمل له ايه؟ فجات لك واحده بوست بارتم هامج هتعمل لها ايه؟ اول حاجه بديها لها كويس فارق, يعني طبعا هتعملها اكزامينشن وكده, وعلى طول بندي اجبالكس اند مساج. ليه اجبالكس اند مساج؟ عشان لو هي اتونيك اعالجه, وعشان اتريبنت ان هي تخش في اتوني, لان هي حتى لو تروماتيك او كده ما هي هتخش مني في. طب ريتين بارتس ما انا محتاجه برضو اديها اجبالكس عشان تكونتراكت وتنزل. فعلى طول بتلاقي كله بنديهم اجبالكس اند مساج, لازم كله اجبالكس, يا اما تريتمنت يا اما بروفيلاكتيك اجانس انه تخش منك في اتوني. طالما ان هي بوست بارتم هيمرج يبقى انت محتاج تديها اجبالكس وتعمل مساجنج لليوترس, سواء اكسترنال مساج. اكسترنال مساج ده يعني ايدي بس على بطن العيانه وبيبقى صوابعي من قدام ماسكه اليوترس والثامب من ورا ماسك ظهر اليوترس وبعمل مساجنج لليوترس, ده اسمه اكسترنال يوتراين مساج. او باي مانوال كومبريشن اند انترنال يوتراين مساج. وايه باي مانوال كومبريشن ده؟ ان انا ايدي الفست كلها بحطها في البوستيريور فورنكس كويس, وايدي الثانيه على بطن العيانه, اليوترس بيبقى بين ايديا الاثنين كده, وبحاول اعمل له كومبريشن اند مساجنج زي ما بتمسك اي حاجه وتحاول تعملها كومبريشن عشان تحاول توقف الدم اللي موجود فيها كويس. فبنعمل لها اجبالكس اند مساج. طب وبعدين بعد ما عملت اجبالكس اند مساج تعمل ايه؟ تشوف في لاسريشن, اكسبلور الجنتل فاكت عشان تشوف اني اليمنت اوف لاسريشن موجود, اني اليمنت اوف لاسريشن فاجينال لاسريشن سيرفايكال برينيال كده, تكسبلور الجنتل فاكت. طب ما لقيتش عندك اي سيرفايكال فاجينال لاسريشن, ما فيش تروما, اليمنت اوف تروما كويس, واديت انت اجبالكس ومساج بس هي لسه عماله تنزل, ممكن اشوف ريتين بارتس باي بي في او ان انا اعملها الترا ساوند اشوف ريتين بارتس. ما لقيتش عندنا ريتين بارتس, يعني هي بيور اتونيك بوست بارتم, يعني ولا في تروما ولا في ريتين بارتس, بس هي اتونيك نوت ريسبوندينج تو. ما هو مش لازم تريسبوند على طول والا ما كانش حد غلب. نوت ريسبوندينج تو اجبالكس اند مساج, انت عمال تعمل اجبالكس اند مساج, شي از نوت ريسبوندينج تو اجبالكس اند مساج, لسه اليوترس اتونيك وعماله تنزف وهي ما فيهاش ريتين بارتس وما فيهاش تروما. هل اروح لهستريكتومي على طول؟ طبعا ده اخر يعني ماي لاست ريزورت, لان انا المفروض ان انا بحاول احافظ على اليوترس. هم لحقت اسم النساء وقفنا, هو ده احنا بنحافظ عليه هنا, يعني ما عندناش حاجه اهم, يعني احنا ما لناش دعوه بالبرين ولا الهارت ولا اي حاجه, احنا لينا دعوه باليوترس والاوفري. لو هو احنا على طول وي وينت فور الحاجه اللي انا مسؤول عنها اشيلها مع, يعني يبقى احنا ما لناش لازمه, مش كده ولا ايه؟ يعني المفروض ان احنا بنحافظ, نحاول نحافظ على اليوترس والاوفريز لان هو ده الشغلي وهو ده اللي الست جايه لي عشان احافظ لها على اليوترس والأوبريز.
ايه بقى؟ ما هو طلع ما فيش، ما احنا قلنا عملنا سونار وفحصنا وما فيهاش خالص ريتين بارتس، هنعمل ايه بقى؟ الايجيشن اوف يعني على تعمل لابراتوم، يعني ما احنا دلوقتي فاجينال مش كده ولا ايه؟ يعني اعمل لها لابراتوم. اعمل ايه الاول؟ امبولايزيشن. طيب هو في كرايتيريا فور يوتراين ارتري امبولايزيشن كويس، لان الامبولايزيشن ده مش احنا اللي بنعمله، اللي بيعملوه دكاتره الريديو الريديو دايجنوز والانترفنشن راديولوجي. لازم تبقى الكرايتيريا انه مش سيفير بليدنج، ان العيانه ما تكونش شفط لان انا هنقلها والدكتور التخدير يشوف الفينز ويخش الارتري ومش عارف ايه ومن الفيمورال وبعدين يخش يوتراين ويعمل امبولايزيشن وكلام من ده. فاكتشولي اتس نوت يوزد فور ايمرجنس اللي هو اليوتراين ارتري امبولايزيشن. طب ايه هو مكتوب في كده؟ بس هو اتس نوت يوزد فور ايمرجنس لو عندك مثلا سيكندري بوست بارتم هيمرج وما كانش سيفير. مش يعني ليه كده سيرتن كرايتيريا زي بالظبط في اليو اي برده في الفايبرويد كان برده سيرتن كرايتيريا اللي هو بتيجي في الاخر. طب يعني هو مين اللي حامله؟ ما بتقول لك صغيره الفايبرويد ومش سيمتوماتيك قوي ومش عايزه تخلف. ايوه يعني ما هو ما في ما هو مين بقى اللي حامله؟ فلما تيجي تشوف هنا هتلاقي ان هو طب ما انت اساسا في ايمرجنسي سيتويشن. يوتراين ارتري امبولايزيشن حتى احنا مش حاطينه من ضمن الاوبشنز واكتشلي مش بيجي لك قوي في السات الا لو هو يعني بيساعدك عشان تعمل اكسكلوجن لحاجه يعني ان هو كده. فيوتراين ارتري امبولايزيشن از نوت يوزد فور ايمرجنسي. يبقى احنا كده الست عماله تنزف ولا هي تروماتيك ولا هي ريتين بارس، هي اتونيك وادينا لها اكباركس وادينا لها مساج وشي از نوت ريسبوندنج للاتونيك والمساج ولسه عماله تكونتينيو بليدنج. اعمل ايه؟ لابراتومي ولا في حاجه ممكن اعملها قبل اللابراتومي؟ هو انا كنت عماله اعمل ايه؟ انا عماله اعمل لها مساج باي مانوال كومبريشن بالون. لو انا بشتغل لسه فاجينال يعني ست كانت والده فاجينال كويس ممكن الجا لبكري بالون او انترا يوتراين بالون تامبونات. ايه هو البالون ده؟ بالظبط اكنك انت بتعمل هذا الكومبريشن برده بس زي فوليس كاستر كده، بس انت حقنت فيها ميه سخنه عشان تعمل تامبونادين وتقفل البلاد فيسلز. وشوف شكل البكري بالون كده. وبعدين بعد كده انترنال ان انا ايدي بتبقى جوه البوستيريور فورنكس وايدي الثانيه على بطن العيانه واحاول اعمل كومبريشن اليوترس بين ايديا الاثنين او باي مانوال كومبريشن عشان يعني ستيميليت يوتراين كونتراكشن. طبعا بدي اكباركس كل انواع الاكباركس سواء بروستاجلاندز او ميسرجين. ما انا خلاص البيبي اتولد والبلاسنتا اتولدت فتدوا ارجوماترين اللي هو ميسرجين، تدوا اوكسيتوسن، تدوا بروستاجلاندز كل انواع البروستاجلاندز يعني اي اكباركس. ده البكري بالون. بكري بالون ان احنا بنحط البالونه دي شبه الفود سكاتر كده وموجوده تحت في اسم 10 برده. فبنحط البالونه دي وبنملاها ميه على اساس ان هي تعمل كومبريشن. فدي بكري بالون او انترا يوتراين بالون تامبوناج كويس بتستخدم من دي. بنستخدمها ونشوف لو لقينا ان هو البليدنج وقف خلاص شيء از ريسبوندنج بسيبه معاها 24 ساعه البكري بالون على بال ما اعمل لها ريبليسمنت وادي لها دم وادي لها باكت ار بي سيز وكده واحسن الجنرال كونديشن بتاعتها واشيله بعد 24 ساعه على اساس ان هو يبقى البليدنج وقف لان هي كانت المشكله اتوني. فكده انا اديت لها اوريدي اكباليكس وعملت لها المساج وعملت لها كمان الكومبريشن ده وريبليسمنت لان هو بيبقى التريتمنت في انك انت فعلا تديها ريبليسمنت هيبقى فيه بروبر اوكسجينيشن لليوترس وبروبر هيموجلوبين كارينج اوكسجين رايح لليوترس فيبتدي اليوترس ان هو يكونتراكت. فلو لقيت ان انت لما حطيت بكري بالون البليدنج فعلا ابتدى يعني يتحسن او يقف والدكتور التخدير قال لك البانتر ساينز ابتدت تتحسن ابتدى البلاد بريشر يعلى البارس يقل يعني وهي ابتدت تبقى اورينتد وكونشس وكده فخلاص يبقى كده تمام البكري بالون بتاعك نفع سيبه 24 ساعه كمل ريبليسمنت للست لان انت كنت بادي بريبليسمنت معاها فكويس كمل ريبليسمنت 24 ساعه وبعدين شيل هذا البكري بالون زي بالظبط ما بنحط فولي كاستر وبعدين بنشيلها. طب افرض انك انت البكري بالون ده لما حطيته كويس لقيت ان هي برده لسه عماله تنزف البوست بارتم هيمرج لسه شغال وبرده الدكتور التخدير عمال يقول لك لا ده عمال ده البلاد بريشر عمال وانت شايف بلاد كلوتس نازله يعني حتى لو انت حطيت البكري بالون برده اليوترس لسه لابس ولسه فيه عمال بليدنج يجي ها يبقى ساعتها لازم اعمل لابراتومي. ما احنا في السيتويشن فين؟ انا لسه فاجينال انا ما فتحتش بطنها هي الست كانت والده مني معايا طبيعي كويس او والده سيزارين بس انا قفلت وخلاص راحت لقاعد بعد الولاده
فندهوني عليها ان هي بتنزل، فروحت لقيت هذا المنظر. طبعا رحت مديه اكباليكس ومساج وعملت بي في في ريتين بارس في تروما اكسبلوريشن للبيرث كانال، ما فيش اي حاجه مكمل، عمال اعمل باي مانوال كومبريشن، لا ما فيش برده، مش ريسبوندنج. طب هات وبكري بالون، رحت حاطه بكري بالون، نفعت اوكي، ما نفعتش لا برد، لازم افتح بطنها بقى لا برد. اعمل ايه لما افتح بطنها؟ لاجيش اللي ايه افندم؟ تراين ارتري، يونيلاترال ولا بايلاترال؟ بايلاترال. طب وليه لاجيشن اوف بايلاترال لاجيشن اوف تراين ارتري؟ عشان اعمل ايه؟ هدفي ايه؟ اقلل البليدنج اللي رايح لليوترس، فبالتالي اقلل البلاد اللي رايح لليوترس بلاد سبلاي، فبالتالي اقلل البليدنج، لان هي كله البلاد عمال يروح لها واليوترس دلكس، فعمال تنزف، عماله تنزف. فعشان اقلل الدم اللي رايح لليوترس كويس، عشان اقلل البليدنج. ايوه معنى كده اليوترس هيحصل له جانجرين؟ هو اليوترس البلاد سبلاي بتاعه يتراين ارتري اونلي؟ لا، في اوفيريان مرض، ده في انستوموزس عند الكورنيال اند اوف ذا يوترس اوفيريان وي تراين. بس قللت البلاد اللي رايح لليوترس عشان اقلل البليدنج. طب افرض يتراين ارتري بايلاترال يتراين ارتري لايجيشن برده لسه عماله تنزف، قبل ما اعمل ما جو فور دكاتره، الستة دي ممكن تبقى كراين مش كده ولا ايه؟ مش الستة دي ممكن تبقى كراين يعني؟ بليز مش اول ريزورت هيستريكتومي، صدقوني احنا اسهل حاجه عندنا ان احنا كل الستات طالما ان هم كومبليتد ذا فاميلي نعمل لهم هيستريكتومي ونخلص، ما يبقاش بقى عندنا كومبليكيشن منوبوزال كومبليكيشن وفيري منوبوزال مش كده ولا ايه؟ بس مش هو ده، مش هو كده يعني. انت بتحاول انك انت تسيف اليوترس بتاعها، فبالتالي هيبقى اللاست ريزورت ستاتين، بس لازم يبقى فيه ستابس في النص. فقلنا بايلاترال تراين ارتري لايجيشن ما ينفعش، بايلاترال انترنال ايليك ارتري لايجيشن. ليه انترنال ايليك؟ عشان الانترنال ايليك ده بقى المصدر يعني، من اساسه بقى اللي هو عشان السيرفايكال برانش، ما انت فيه تراين ارتري وفي سيرفايكال برانش برضه بيدي ابر اناستوماتيك بلاد سبلاي وكده، فمن المنبع انك انت الانترنال ايليك ارتري تعمل له لايجيشن على الناحيتين. بتجيبه ازاي؟ بتجيبه منين؟ يعني ازاي هتعمل لاجيشن انترنال ايليك ارتري؟ هتجيبه منين افندم؟ لا، اليوريك فوقيه او تحتيه، اولا ما ينفعش يبقى فوقيه او تحتيه حاجه كده، ولازم يبقى فيه ريليشن واضحه. وده مين مع مين؟ يتراين مع اليوريتر. ايه الريليشن بقى؟ ووتر اندر ذا بريدج، اللي هو اليوريتر هو اللي تحت اليوتراين ارتري، عشان لما تبعد البلادر ينزل اليوريتر، وبالتالي يبقى اليوتراين ارتري تقدر تعمل له لاجيشن. خلاص ده بالنسبه لتراين. لا انا بدور على اللي فوقه الكومن ايليا. والكومن ايليا بجيبه منين؟ الكومن ايليا بدور على الكومن ايليا بجيبه منين؟ بيبقى عندك الكومن ايليا اللي فاتره، وبعدين في الانترنال ايليا بيخش جوه. يعني احنا عندنا الكومن ايليا ارتري رايت ولفت، وبعدين بعد كده عندك الانترنال ايليا بيخش جوه البلفس، والاكسترنال ايليا تكمل يبقى فيمرال كده ولا ايه؟ عندنا اورتا هتدي كومن ايليك على اليمين وكومن ايليك على الشمال. الكومن ايليك نفسه هيدي انترنال ايليك يخش جوه البلفس يسبلاي كل البلفيك اورجن، والاكسترنال ايليك يعدي من تحت الانجواينال ليجمنت عشان يبقى اسمه فيمرال ويسبلاي اللور ليمب. فبالتالي انا هربط الكومن ولا هربط الانترنال ولا هربط الاكسترنال؟ الانترنال طبعا، هو ده اللي سبلاينج البلفيك اورجنز وسبلاينج اليوترس. فحتى احنا بعد ما بنربط، ده احنا ما بنبقاش عارفين هو احنا فعلا ربطنا الانترنال ولا احسن اكون ربطت وروت الاكسترنال، فبنعمل ايه؟ فخلي حد الاسيستنت او حاجه، حد من السيفليتنج يشوف الدوسالس بيرس عشان ما تطلعش بلور ليمب اسكيميا ومش كده ولا ايه؟ فبالتالي نتاكد ان احنا فعلا ربطنا الانترنال ايلياك، او بتجيب دكتور الباسكيولر يربط الانترنال ايلياك، يعني على حسب الايمرجنسي بتاعتك. يعني كل دكاتره النساء بيعرفوا يربطوا انترنال ايلياك عشان ان كيس اوف ايمرجنسي، مش عارف قوي او كده خلاص هات دكتور الباسكيولر، بحيث ان هو ميديكال ليجلي برده هو اللي يكون ربط الانترنال ايلياك. تعملوا يونيلاترال ولا بايلاترال؟ ها مين بيقول يونيلاترال؟ مين بيقول بايلاترال؟ والناس اللي ما قالوش يا جماعه لازم بايلاترال، مش هو نفس ما احنا عندنا يوترس واحد سبلاي بالاثنين مش كده؟ بالرايت يوتراين واللفت يوتراين، والاثنين جايين من الانترنال ايلياك الرايت واللفت، فلازم يبقى بايلاترال انترنال ايلياك ارتري لايجيشن. فممكن نعمل بايلاترال انترنال ايلياك ارتري او بمعنى ايه؟ يعني ايه او؟ يعني افرض انك انت مش عارف تعمل اكسبلوريشن عند البايفركيشن والكلام ده وكده، فتعمل ايه؟ وانت فاتح اهو بطن العيانه، اول حاجه عملت لها بايلاترال يوتراين ارتري لايجيشن برده لسه بتنزف، عايز تعمل بايلاترال انترنال ايلياك ارتري لايجيشن، مش عارف، ممكن تجو فور ايه؟ حاجه اسمها بيلينج.
ايه البيلين ستوكشر دي؟ ايه البيلين ستوكشر يا دكاترة؟ بيلين ستوكشر اكنك بتعمل كومبريشن لليوترس كويس من تحت فوق كده، بتعمل له كومبريشن اكن ايديك فضله عامله كومبريشن على اليوترس، اكنك لبست اليوترس حمالات. يعني بتعمل بيلينش سوتشر دي، بيلينش باسم الدكتور اللي هو وصفها، بيلينش دي بتاع بتروح مدخل غرزه وبعدين تلف حوالين اليوترس من فوق وبعدين تطلع وتخش الناحيه الثانيه اكنك لبست اليوترس كده، فعلا عمليات عشان تعمل كومبريشن لليوترس. وتستنى لو لقيت ان هو فعلا بيجي بقى كنترول خلاص زي الفل، لانك انت بتعملها طبعا بابزورب بالسوتشرز، فهي كده كده يعني بعد اسبوعين ولا حاجه بتفك لوحديها وما فيش اي مشكله خالص. فبنعمل البي لينش سوتشر اضيف ان انا اي ام مينتيننج الكومبريشن بتاعه الاكسترنال كومبريشن بتاعه اليوترس والمايوتريال فايبرز. فبنا يا اما تعملها باي لاترال انترنال ايليك ارتكلايزيشن يا اما بي لينش. ما في دول الاثنين كاتبهم رقم 4، ما فيش حاجه قبل حاجه، يعني كلهم في نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، الاثنين دول نمبر 4 وبعدين في نمبر 5. بمعنى انك انت يو كان جو فور بي لينش او يو كان جو فور باي لاترال انترنال ايليك ارتكلايزيشن، يعني ما فيش اللي هو يعني بريفرنس انك انت تجو فور بيلينش الاول ولا بايلاترال انترنال ايليك لايجيشن الاول. اللي انت عايز تعمله الاول، اللي انت مور كومبيتنت انك انت تعمله ابتدي اعمله الاول، لان في الحالتين انت يو ار بريزيرفينج اليوترس، وده بيفور دوينج هيستريكتومي. يعني لان انت لو البيلينش او البايلاترال انترنال ايليك ما ينفعوش، ده ساعات بنعمل ده وده مع بعض، يعني تعمل بايلاترال انترنال وتعمل كمان بيلينش، الاثنين عملتهم سوا خلاص ما ينفعوش، يبقى ساعتها مضطر انك انت تجو فور هيستريكتومي. طبعا مهم قوي ان هو انا بتكلم في القصه دي ايه، العينه اللي قدامك برده تبقى يعني برده يعني كومبنسيتد شويه، بمعنى مش تكون ان هو خلاص بتقع منك دكتور التخطيط بيقول لك لا 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 دي عماله تنزف خالص وكده، وتكون هي والده 7 مرات وكانت كونسنتنج فور تيوب لايجيشن، وانت عمال تقول بايلاترال انترنال ايليا كوبيلنش، مش كده ولا ايه؟ انت فاهم قصدي؟ يعني بمعنى لو هي عيانتك دي مالتي بارا وهي جايه الحمل ده ما كانتش عايزاه اصلا، ولا عايزه تشوف اللايجيشن ولا كده، خلاص انا هحاول اكبالكس ومساج وكده، لكن لو لقيت ان هو شيء از نوت ريسبوندنج مش لازم بقى اجو فور بايلاترال يوتراين وانترنال ايليك وبيلينش والكلام ده، انت ممكن على طول تجو فور سبتوتال هيستريكتومي. سبتوتال ولا توتال؟ سبتوتال. ليه سبتوتال؟ ليه سبتوتال؟ السيفير هامرز. لان البليدنج جاي لك من فوق، مش هو ده اللي مش بيكونتراكت، لان اللي تحت ده هو كده كده فاسد ولا بيكونتراكت ولا حاجه، اللور سيجمنت ده فاسد مش بيكونتراكت. طب ما هي البلاسنتا، ما هي ده مش بلاسنتا بريفيا مثلا، هي بلاسنتا نورمال امبلانتد كانت وكل حاجه، وده اتوني، فانت عايز تشيل الحته اللي عماله تنزل جامد اللي هي الابر يوتراين سيجمنت، عشان كده بتجو فور سبتوتال، لان هو ليس تايم كونسيومينج، التوتال مور تايم كونسيومينج، مضطر تعمل التوتال لو كنت بتتعامل مع بلاسنتا بريفيا او بلاسنتا اكريتا، لان هي دي اللي على اللور يوتراين سيجمنت، فلازم تشيل اللور يوتراين سيجمنت. لكن انت هنا ما عندكش قصه بلاسنتا فيها مشكله، انت كل مشكلتك الابر يوتراين سيجمنت اللي هو الاكتف ده مش ولا اكتف ولا حاجه، ده مش بيكونتراكت، هو ده اللي عامل لي سيفير بليدنج، فبالتالي بجو فور سبتوتال اكستراكتومي. preservation of the ovaries ولا removal of the ovaries؟ طبعا preservation، الست كانت حامل يعني child bearing فلسه صغيره، فبالتالي بتعمل لها preservation للovaries. واضح ال plan of management، لانه ال plan of management of postpartum hemorrhage is extremely important، وما ينفعش ما تبقاش عارف اللي هو اعمل ايه. يعني اذا انا مولدها vaginal، طب يلا اعمل لها بيلينش ولا بكري؟ ينفع اطلع بتعمل بيلينش ولا بكري؟ لا طبعا، ده واحده vaginal كويس بركبها vaginal لو انا فاجينال، لكن لو انا اساسا بعمل سيزاريان سكشن، افرض ان انا سيزاريان سكشن وحصل لها بوستبارتم هامج، هو ممكن تكون سيزاريان سكشن وحصل لها بوستبارتم هامج؟ طبعا عادي جدا، عادي انا شغاله سيزاريان وبعدين بعد ما طلعت البيبي والبلاسانتا الست برده عماله تنزف في اليوترس مش بيكونتراكت، وانا حاساه في ايدي بقى اتونيك ومش بيكونتراكت ولا في ريتين بارس ولا حاجه، ما انا اهو ودكتور التخدير عمال يقول لي دي عماله تنزف دي عماله تنزف وانت في بطنها، هتعمل ايه؟ هتعمل بقى يا اما بايلاترال، مش هتجو فور بيلينش سوري بكري، مش كده ولا ايه؟ يعني هل في رول لبكري هنا؟ ما انا فاتحه بطنها، فانت بالتالي هتجو فور الحاجات اللي هي بتاعت اللابراتومي، اصلا ما انت عامل اللابراتومي، فجو فور بايلاترال انترن ايليك ارتكلايزيشن، جو فور بيلينش كويس يعني، لكن مش هتروح قافل العيانه وبعدين عامل بكري، ولما ما نفعتش بكري تروح فاتح تاني العيانه، يعني مش كده ولا ايه؟ فعلى حسب السيتويشن اللي انت فيها، هي سيتويشنال، انا بقول لك الاوبشنز وانت عليك تشوف السيتويشن يناسبها انهي اوبشن، يعني تبقى عارف بس كل اوبشن بيستخدم ايه، ابدومينال ولا فاجينال، هو ده هيستريكتومي، هو ده مش عارف ايه، طب هي مالتي بارا، طب هي برايمي، يعني انت اللي بتبقى عارف كل السيتويشن او الكيس سيناريو بتاع العيانه على بعض، فبالتالي انت بتختار لها من الاوبشنز
اللي في ايدك. الاوبشنز اللي في ايدي ايه؟ اللي هي الاكبارتس والمساج دي اول حاجه، وبعدين بعد كده اكسبلوريشن للجاينت تراكت بالذات لو كنت انا مولداها انسترومنتال دليفري او حاجه زي كده، او كانت هي في باك اصلا فاجينا بيرث افتر سيزارين فلايبل ان هو يكون حصل رابتشر للسكار بتاعها. كويس، لو انا فاجينا لسه ما فتحتش بطن العيانه يبقى هجو فور باكري بالون بالظبط كده. لكن لو انا كنت فاتحه ابدومينال او الباكري بالون ما شديدنت ريسبوند تو باكري بالون انترا يوتراين بالون، يبقى ساعتها بعمل لاباراتومي، واللاباراتومي يا اما بجو فور بيلينج يا اما بالاتر انترنال ايليك ارتري لايجيشن. لو فيلد الاثنين او لسه هي عماله تنزف او كانت مالتي بارا من اول واولد ايج نوت ديزايرد فيرتيليتي، اي ماي جو فور سب توتال هيستركتومي ايميديت. في سؤال يا دكاتره في البلان اوف مانجمنت، هل محتاجين توتال هيستركتومي هنا؟ انا لو كان بقى السبب يعني ما انت السبب احنا قلنا ريتين بارتس، هنتكلم دلوقتي افرض ما كانتش ريتين بارتس، ده كانت ريتين كل البلاسانتا عشان هي بلاسانتا اكريتا، يبقى ساعتها لازم توتال خلاص. لكن لو هو اتومي اللي هو الموست كومن او كده يبقى ساعتها بنجو فور سب توتال. ايه الفرق بين توتال او سب توتال؟ هو التايم تايم كونسيومينج، يعني طبعا التوتال هتاخد وقت اكتر لانك هتشيل السيرفكس كمان مش بس هتشيل الافر سيجمنت، فبالتالي مور تايم كونسيومينج. فعلى حسب العيانه وعلى حسب انت يعني التريتمنت بتاع ايه. لكن لو كانت مثلا بليدنج فروم بلاسنتا الباد وهي بلاسنتا بريفيا، طب ما انت لازم تشيل البلاسنتا الباد ده اللي هو اللور يوتراين سيجمنت فلازم تعمل توتال. لو كان بليدنج فروم بلاسنتا اكريتا وهي الاكريتا دي كانت لو لاينج على اللور يوتراين سيجمنت، يبقى برده لازم تشيل اللور يوتراين سيجمنت او تعمل توتال. لكن لو هي اتونيك بوست بارتم بس مش محتاج تجو فور توتال عشان تبقى لاس تايم كونسيومينج، والتايم ده بتاع العيانه اساسا مش بتاعها. في سؤال يا دكاتره؟ طب اليوتراين هو اليوترس هيبقى كونتراكت ولا ايه؟ يبقى العكس، لان الكونتراكتيليتي بتاعته از نوت افكتد، في الانتجريتي افكتد اه، يعني بالذات يعني انا قصدي في لو سيجمنت رابتشر او كده، لكن هو اليوترس كونتراكتنج مش هيبقى العكس في حاجه. اليوتراين ارتري ليجيشن نفس الليفل بتاع الانترنال ايليك يعني؟ لا 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 لا، اليوتراين ارتري ده جنب اليوترس على طول، ده سهل قوي. اليوتراين ارتري ليجيشن از فيري ايزي، لكن الانترنال ايليك انت لازم تعمل في البوستيرير ابدومينال وول اكسبلوريشن لليوريتر فين، واليوريتر هو بيكروس على البايفيركيشن بتاعه الكومن ايليك، فساعتها تشوف فين الانترنال ايليك وهو ده اللي بتعمله ليجيشن، وتعمل القصه دي على الناحيتين. يعني لازم اكون جربت اليوتراين ارتري الاول قبل ما ادخل انترنال ايليك صح؟ او لو انت عندك يعني السؤال لازم ابقى اجرب بايلاترال يوتراين ارتري الاول قبل ما اعمل بايلاترال انترنال ايليك، لو انت عندك اصل عامه اليوتراين ارتري لوحده مش هيجيب نتيجه، فانت لازم تجو فور بايلاترال انترنال ايليك. فبالتالي انت لو عندك سيفير بليدنج اكتشولي بنجو فور على طول البايلاترال انترنال ايليك، الا لو انت مثلا مستني دكتور الفاسكولار كده فبجرب وهي العيانه لسه كومبنسيتد معايا فاجرب اليوتراين ارتري. لكن اكتشولي يبقى الهدف لان انت عملت لابراتومي انك انت تعمل لايجيشن للانترنال ايليك وليس اليوتراين ارتري. يعني كاتبه اليوتراين ارتري لانه يعني اليوتراين ارتري ممكن تجربه قبله، بس اكتشولي نمبر 4 الاساس هي بايلاترال انترنال ايليك ارتري لايجيشن. اوكي طيب نيجي بقى عند هي الديفنس دي تحمل تاني؟ اه تحمل عادي جدا، اصل لو مش هتعمل عمليه استرك لا يعني الرابطه دي كده مش هتتاثر على ما هي ابزوربابل ستيتشز زي ما بعمل السيزار سكشن مع الاسترتش بعد كده مع البيبي لما يكبر كده. ما هي الرابطه دي اسبوعين ومش هتبقى موجوده الرابطه. اه ده ابزوربابل ستيتش يعني فيكريل ابزوربابل يعني كفايه يعني بعد اسبوعين الرابطه دي مش هتبقى، قبل ما توصل للبربوريوم الرابطه دي هتبقى ابزورب. لو جيت تعمل لاباراسكوبي لو اي حاجه مش هتلاقيها موجوده. وبليدنج كبيره خالص. طيب نيجي بعد كده، يبقى احنا قلنا الكومبليكيشن اوف ثيرد ستيج اول حاجه بوستبارتم هيمرج اللي هو برايمري بوستبارتم هيمرج، لان السكندري دي ديو تو انفكشن ودي تبقى من بعد 24 اورز للاند اوف بيربوريوم. فاول كومبليكيشن للثيرد ستيج بوستبارتم هيمرج والاتيولوجي والمانجمنت تحت. تاني كومبليكيشن اوف ذا ثيرد ستيج ريتين بلاسنتا، لان هي اساسا ثيرد ستيج دي ديليفري اوف ذا بلاسنتا. لو البلاسنتا ايه الديفينيشن بتاع ريتين بلاسنتا؟ such delivery of the placenta within بالظبط كده within 30 minutes. يعني if the placenta failed to deliver within 30 minutes after delivery of the fetus دي اللي هقول عليها اسمها retained placenta which needs management. طب ايه الاتيولوجي؟ ايه السبب اصلا اللي يخلي البلاسنتا ما تتولدش خلال نص ساعه؟ ما المفروض البلاسنتا دي اكشلي طالما بعمل اكتف مانجمنت تتولد خلال 15 دقائق بالكتير، مش هستنى نص ساعه. احنا اللي بنقول نص ساعه يعني عشان ندي وقت كتير، بس اكشلي هي بتتولد حتى لما تنزل اسمها 10 وتشوفها هتلاقيها بتتولد على طول بعد الدليفري اوف ذا فيتس، مفيش 15 دقائق والبلاسنتا بتتولد. ايه اللي يخلي ان البلاسنتا دي فيلد تو ديليفر within 30 minutes after fetal delivery؟ اتوني برضو اتوني ان هي كانت separated او non separated، يعني
عشان اليوترس اتعنت فبالتالي مفيش كونتراكشن فالبلاسنتا لازم يبقى فيه تراين كونتراكشن عشان البلاسنتا يحصل لها سيباريشن وبعدين ديليفري مش كده فاتوني طبعا ايه كمان اكريت ابنورمال ادهيجنز اوف ذا بلاسنتا خلى ان هو البلاسنتا مش بالديليفري ايه كمان يوترس كان اليوترس حصل له رابتشر فالبلاسنتا بدل ما تنزل تو بي اكسبلد تو ذا اوتسايد مثلا دخلت جوه الابدومينال كافيتي او حاجه ممكن تراي رابتشر ايه تاني في اكسسوري بارت يبقى كده ده مش كل البلاسنتا يعني ده بارت اوف ذا بلاسنتا از ريتين ممكن طبعا ريتين بارتس هنتكلم كنا على ريتين هول بلاسنتا كل البلاسنتا ديدنت ديليفر لكن طبعا ممكن يبقى ريتين بارتس ودي تعمل لي اكتر اللي هو برايمري بوست بارتم هيمريج لان البلاسنتا عمر ما هيحصل منها بليدنج غير لما تبتدي تبقى سبريتد مش كده ولا ايه فبالتالي البوست بارتم هيمريج ده ما اقدرش اقول لك فيه ريتين بلاسنتا هي ريتين بارتس اوف ذا بلاسنتا لكن مش كل البلاسنتا لو البلاسنتا كلها لسه ريتين الا لو كانت ريتين سيبريتد فاهمين قصدي يعني كانت سيبريتد ولسه وريتيند جوه لسه عشان بيترس مثلا اتونيك عشان هو رابتشر ده عشان حاجه كده او عشان ايه فاهم ما هو ده هيبقى يعني السيرفيس ده هتبقى ريتيند سيبريتد برضو بس يعني السيرفيس قفل ده هتبقى يعني انا استنيت اكتر من نص ساعه بكتير قوي 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 يعني وبعدين السيرفيس مش بيقفل خالص يا دكاتره السيرفيس بيقفل بحيث ان هو ما بيبقاش فولي دايليتد يعني تقدر انك انت برضو تدخل ايدك تقدر تدخل اوبن فورسبس يعني مش محتاج تعمل دايلاتيشن انت ممكن انك انت تجيب البلاسنتا برضو من غير ما تحتاج دايلاتيشن انت مش محتاج تبقى 10 سم سيرفايكال دايل لا في حاجه خدناها قلنا هي رير بس ما يعني فاهمه كونتراكشن رينج بالظبط كده كونتراكشن رينج اللي هو اور جلاس كونتراكشن اللي هو سبازم اوف ذا انر سيركولر ماسل فايبرز ما قلنا ان هو ده ما بيبقاش سين اوفر ذا ابدومن بيبقى فالت باي بي اكزاميشن لو حصل لك بعد الدليفري اوف ذا فيتس هذا الكونتراكشن رينج كويس وقبل الدليفري اوف ذا بلاسنتا ممكن يعمل لك ريتين سيبريتد بلاسنتا البلاسنتا سيبريتد بس اتس ريتيند انسايد عشان السبازم بتاع الانر سيركولر ماسل فايبرز او الكونتراكشن رينج فانت عندك الاسباب ممكن تبقى ريتين سيبريتد بلاسنتا يعني سيبريتد بس ريتين لسه جوه زي في الاتومي او التران رابتشر او كونتراكشن او كونستريكشن رينج او ريتين نون سيبريتد بلاسنتا سواء برضو اتومي او الاكتر بقى اللي هو بلاسنتا اكريتا سبيكتروم ايه البلاسنتا اسمها كده يعني موربيدلي ادرنت بلاسنتا دي الاسم القديم لكن الاسم الجديد اللي احنا بنستخدمه دلوقتي كلنا اللي هو هتلاقيه بلاسنتا اكريتا سبيكتروم لان ات از سبيكتروم فور بلاسنتا اكريتا يعني ديفرنت جريدز اوف ادهيجن اوف ذا بلاسنتا زي ما قلنا المره اللي فاتت في البلاسنتا ميديا يا اما تبقى جاست اكريتا اللي هو ابنورمال ادهيجن لكن لسه في بلين اوف كليفج انت ممكن يعني تسيبريت البلاسنتا من الوول بتاع اليوترس ودي الاكريتا ودي بتبقى 80% اوف ذا كيسز يا اما تبقى انكريتا اور بريكريتا يعني انسايد ذا ميتريال فايبرز او واصله لحد البريتونيال كفرينج كويس والاثنين دول مفيش بلين اوف كليفج انك انت تقدر تفصل البلاسنتا عن الميتريم لان اكشوالي الميتريم از ديفكتيف اباف ات وممكن كمان تبقى هي داخله جوه اليورينري بلادر لان اليورينري بلادر هي الانتيرير للبلاسنتا فبالتالي لو انت بتتعامل مع بلاسنتا اكريتا هيبقى المانجمنت مختلف عن لو بتتعامل مع بلاسنتا انكريتا او بيركريتا ليه هو انت لو انت اف يو فيس البلاسنتا ريتين بلاسنتا هتعمل ايه يعني انت دلوقتي قاعد ولدت العينه البيبي يعني اتولد وبعدين بعد كده مستني البلاسنتا واديت اكبالكس وكده والبلاسنتا عم تنزلش تعمل ايه يعني انت طبعا اول حاجه بتبقى في الستيج بتاعه اكبالكس لان انا اكتب مانجمنت افتر ستيج اللي هو اكبالكس اند كنترول كونتراكشن او اكبالكس اند براندد اندروس لان انت في الستيج دي وبعدين لقيت ان هو فيلد اللي هي البراندد اندروس والاكبالكس يعني انت بتدي اكبالكس وعمال تعمل براندد اندروس وبرده ما بيحصلش سيبريشن اوف ذا بلاسنتا يبقى ساعتها بعمل مانوال سيبريشن اوف ذا بلاسنتا بدخل ايدي ثرو ذا سيرفكس كويس جوه اليوترس وبعمل بخش في البلين بتوين البلاسنتا تبقى انتيرير ليا واليوترس بيهايند ماي هاند كويس واعمل زي سوينج موفمنت كده بحيث ان انا اسيبريت ذا بلاسنتا فروم الوول بتاع اليوترس لو هي اكريتا هتنجح قصه المانوال سيبريشن اوف ذا بلاسنتا في كام في الميه من الحالات 80% لان 80% ده جاست ابنورمال ادهيجن اوف ذا بلاسنتا لكن في بلين اوف كليفج فهتنجح في 80% of the cases فبالتالي manual separation ده يحترم انك انت you use it عشان لو عندك retained part of the placenta او retained placenta يبقى بتgo for manual separation of the placenta طب افرض ان هي لا كانت increta او percreta وطبعا increta او percreta it's better beforehand اللي انت بتبقى عارفها يعني حتى لما بنلاقي retained placenta يعني وانت جيت تعمل manual separation ومش جاية معاك لا استنى بس اعمل سونار لحسن تكون مش accreta دي increta او percreta ليه؟ ليه ما كملتش احاول في الانكريتا والبركريتا مانوال بليدنج كبير لان البلاسنتا
بتسيباريت بتبليد جيرنج الاتنت اوف سيباريشن. فممكن الست دي تداي اون تيبل معاك لو انت كنت هي انكريتا اوبرتيت، لان انكريتا اوبرتيت انت بتخش فين؟ بتخش في التيشوز والساينسز بتاعه البلاسنتا والكوتيلد، فعمال تفتح الساينسز بتاعه الام وتخلي الام عماله تنزف تنزف، لكن انت يو ار نوت ريموفينج انيثينج، انت جاست يو ار اوبنينج ساينسز وبليدنج، سواء كنت انت مولدها فاجينال او سيزاريا. يعني انت حتى مع القصه دي برضو لو هو سيزاريا انت البلاسنتا مش بتطلع، طب عامل مانوال سيباريشن، لا مفيش بلين اوف كليفج خلاص وقف، مفيش بلين اوف كليفج، لكن مش مفيش بلين اوف كليفج طب اقطع بقى فيها، طب مش عارف ايه اجيبها في سميل، لا لا القصص دي بتخلي العيانه تداي اون تيبل. كان زمان اول ما اتعرفت البلاسنتا اكريتا او قبل ما نعرف قصه البلاسنتا اكريتا دي، لو ايه ده البلاسنتا لازقه، طب ما احاول اجيب منها على قد ما اقدر، اجيب منها على قد ما اقدر، كانت العيانه تقعد تنزف منك على الترابيزه وتخش منك في دي اي سي ودكتور التخدير يصوت وانت تصوت وبعدين تموت معاك اون تيبل خلاص. لحد ما وصلنا لا المانجمنت اوف بلاسنتا اكريتا وايه اللي هو انكريتا وبركريتا دي، انت dont ever try to remove البلاسنتا، لان انت البليدنج هيحصل during attempt of separation of the placenta. فاللي بتعمله لو هي واحسن هي تبقى pre planned، يعني لو هي متابعه وبعدين عامله الترا ساوند، لان في defective myometrium above البلاسنتا او في حاجه اسمها لاكني او كده، يعني هو في blood vessels كتيره كده between البلاسنتا واليورينري بلادر، او ساعات بتلاقي ان البلاسنتا داخله جوه اليورينري بلادر، فتعمل planning beforehand الايه سيزارين استراكتومي بالظبط كده، اللي هو العينه بتبقى كونسنتنج هي وجوزها ان هي هتخش هتعمل سيزارين استراكتومي، اللي هو ايه بخش بفتح كلاسيكال سيزارين سكشن ابقى بعيده عن البلاسنتا، لان هي موستلي الاكريتا دي بتبقى في اللور سيجمنت، ايه اللي خلاها تنفيد كده غالبا كانت في اللور سيجمنت، هو ده اللي يعمل لها خليها تفضل تنفيد، فبفتح كلاسيكال سيزارين سكشن ابر سيجمنت سيزارين سكشن بعيده عن البلاسنتا، اطلع البيبي اقفل كده بكفرس حتى ما اعملش سوتشر عشان ما اضيعش وقت، ونيفر ايفر اتمت سيباريشن اوف ذا بلاسنتا والا هتخليها تقعد تضاي وبعدين يعني تبليد لحد ما داي اون تيبل معاك، وتروح مكمل فور هيستريكتومي. انهي نوع من الهيستريكتومي؟ توتال توتال، لان عايزه اشيل البلاسنتا اللي هي امبلانتد على الاوري براي سيجمنت الاكريتا دي، توتال ابدومينال هيستريكتومي ويز بريزرفيشن اوف الاوفريز. اوكي فده بالنسبه للمانجمنت بتاع البلاسنتا اكريتا او ريتين بلاسنتا ديو تو بلاسنتا اكريتا. في سؤال يا دكاتره هنا؟ لا ما هي مش سيباريتد اصلا الا لو كانت فوكال اكريتا، يعني حته بس منها هي اللي لازقه، لكن بقيه البلاسنتا حصل لها سيباريشن. هو يبقى توتال. انا برضه اعمل براند اندروز كده، انا مش كل لو حصل جيش ما انت مش هتعرف. لا ما هو انت بتعمل براند اندروز عشان تنجوز سيباريشن وايل يوترس از كونتراكتنج، لكن انت ما بتعملوش، ما هو دي الميثود اوف ديليفري اوف ذا بلاسنتا، انت اليوترس كونتراكتد بتعمل براند اندروز، اليوترس مش كونتراكتد ما بتعملش براند اندروز غير لما يحصل كونتراكشن. انا بعمله حتى لو مفيش جيش افندم، حتى لو مفيش جيش بلاد بعمله برضه. اه بتحاول زي بالظبط المانوال سيباريشن، ما انت ممكن يبقى عندك some sort of adhesion of the placenta لكن مش morbidly adherent، فبالتالي ينفع ان هي separate، فانت كده كده بتجرب اللي هي اكباليكس عشان اليوترسي كونتراكت وبراندد اندروز، ما جابش نتيجه بتروح مانوال سيباريشن of the placenta. بس actually انت مش هتدياجنوز او هتقول الدياجنوز بتاع ريتين بلاسنتا غير لما تكون اوريدي عملت براندد اندروز وما جابش نتيجه. يعني انا بديها بالبراندد اندروز ان احنا في السيتويشن بتاع اللي هو عدينا 30 دقيقه ولا لا، ما انا كنت بعمل براندد اندروز خلاص ما جابش نتيجه والاكبالكس وكده، فهبتدي ان انا اعمل مانوال سيبريشن اوف ذا بلاسنتا جابت نتيجه ولا او لقيت بلين اوف كليفج خلاص بكمل، ما لقيتش بلين اوف كليفج بوقف، ويبقى كده انا يعني يا اما انكريتا يا اما بركريتا، يبقى بنجو فور هيستركتومي. اوكي هتلاقوا كده بعض السنترز تقول لك ممكن ان احنا نكات الكورد شورت و نليف ذا بلاسنتا تو اندرجو سبونتينيوس اوتوليسيس وايل جيفينج هير ميثوتريكسيت اند جروث سبيكتروم انتي بايوتكس. ليه ميثوتريكسيت؟ عشان مين الميثوتريكسيت؟ هو اللي بيقتل الكاريونيك فيلاي، بيحاول ان هو يعمل اوتوليسيس للبلاسنتا، يقتل الليفينج تيشو بتاعه التروفوبلاست او البلاسنتا. طب وليه انتي بايوتكس؟ لان طبعا دي ميديا فور كلتشر قد كده، ده انت فاكرين البلاد اللي كنا بلاد اجار اللي كنا بنقعد نستخدمه في الكلتشر، طب ده انت سايب بلاسنتا، ده طبعا ميديا رهيبه، وطبعا في بكتيريا، ده هي ده السيرفكس لسه مش كلوزد والفاجينا كلها اورجانيزمز، فطبعا هيحصل سبسس يعني بتاع بلاده، فبالتالي هل ده اوبشن يستخدم ولا لا؟ طبعا فيري ديبيتبل، لانه اللي بيجربوا القصه دي العيانه بتخش في سبسس وسبتك شوك وسبتيسيميا والداي فروم سبسس بدل ما الداي فروم بليد، يعني فاهمين ازاي؟ فعشان كده انك انت تستخدمه ده فيري ديبيتبل، ولو عملت القصه دي لازم تبقى العيانه قاعده معاك في المستشفى، ولو لقيت اي سب كلينيكال ساينز اوف انفكشن اللي هي هتحصل لك من ثاني يوم على طول لازم تخش وتعمل لها هيستركتومي على بقى فرايبل تيشوز وكده، يعني الاوبشن ده
انا قلته عشان بتلاقوه مكتوب في الكتاب او عشان تبقوا فاهمين ان هو اكشن، بس مش هو ده العادي، مش هو ده الرول، ده الاكسبشن، ده الاكسبشن اللي هو امتى؟ ده هي بقى برايمي وباري بريشس بيبي ومش راضيه تمضي وجوزها مش راضي يمضي وبتاع وانت كونسنتد وعملت كل لكن مش عارف انك انت تعمل حاجه، يعني اوبشن فيري ريموت، فيري ريموت اتس نوت اللي هو اوبشن ان احنا بنستنى. طيب ده بالنسبه للريتين بلاسنتا. في سؤال في الريتين بلاسنتا يا فتره؟ تالت كومبليكيشن ممكن تحصل لنا اكستريملي رير اللي هي يوتراين انفرجن. يعني فعلا الكومن كومبليكيشن احنا بنشوفها بوست بارتم هيمرج باي فار كومبليكيشن اوف ثيرد ستيج، وريتين بلاسنتا نص في المية اوف ذا كومبليكيشن. يعني لو الكومبليكيشنز كلها 100% 99% بنشوف بوست بارتم هيمرج، ونص في المية بنشوف ريتين بلاسنتا، وبقيه النص بقى بقيه الحاجات اللي انا كاتباها على البورد دي واز سيكولي اوف بوست بارتم هيمرج انتريتد. لان شوك طب ما هي اكيد دخلت في بوست بارتم هيمرج انتريتد فده هيطلع لك في شوك. اه مثلا دي اي سي برده نفس القصه. فيعني اكشولي هو الكومبليكيشن بوست بارتم هيمرج اند ريتين بلاسنتا اكستريم رير ان هو تشوف يوتراين انفرجن. ايه اليوتراين انفرجن ده؟ يعني ايه يوتراين انفرجن؟ يوترس قلب. اليوترس قلب يعني هو ايكوال يوتراين برولابس. لا برولابس ده اليوترس زي ما هو كده نزل خلاص، هتحس ان هو الاكسترنال اب مش عند الليفل بتاع الاسكيس فان. ومعنى اليوتراين انفرجن ده ايه؟ اليوتراين انفرجن يا دكاتره يعني انسايد اوت، يعني اللي بره ده اللي احنا شايفينه هنا ده ديسيديو مش البريتون، ده انسايد اوت. يعني اللي يعني اليوترس قلب زي بيقولوا قلب زي الشراب، تلاقي ان اليوترس بقى انسايد اوت، يعني اللي انت شايفه بره ده هو الديسيديو والبريتون هو اللي جوه خلاص. فاليوترس قلب. ايه اللي يخلي اليوترس يحصل له انفر مش برولابس؟ البرولابس هو اليوترس زي ما هو بينزل، فانت بتشوف السيرفكس واللي جوه جوه واللي بره بره وكده، لكن ده اسمه يوتراين انفرجن. ايه اللي يخلي اليوتراين يحصل اليوتراين انفرجن؟ عملت كونتراكشن وايل اليوترس ستيل لاكس، فبالتالي حصل لك يوتراين انفرجن. عشان كده دايما براندد اندروز بنقول كنترول كونتراكشن وحاطط ايدك سوبرا بيوبيك عشان تمنع اليوتراين انفرجن ان هو يحصل خلاص. وبرده ما تعملش براندد اندروز غير لما يكون اليوترس وايل كونتراكتد عشان ما يحصلكش يوتراين انفرجن. برده لو عندك فاندل مايوما سبميوكس مايوما برضو ممكن ان هو عشان تقل في الفاندس فيعمل لك يوتراين انفرجن لو انت عملت تراكشن عليه من غير برضو ما تعمل بوشينج ابورد بوشينج للفاندس. فده اليوتراين انفرجن. طب لو حصل لك يوتراين انفرجن تعمل ايه؟ ارجع اعمل له ريبوزيشن زي المنظر ده كويس انك انت طبعا هتقول لدكتور التخدير يديها اكبالكس ولا يريلاكس العيانه؟ يريلاكس طبعا. هتدخل اليوترس ازاي لو هو كونتراكتد ويل كونتراكتد؟ فحتى لو كان مشغل اوكسيتوسن او كده لا وقف الاوكسيتوسن، ادي لاكس كده هالوسين ولا حاجه يعني تريح كل عضلات العينه اللي في جولاندري ماسلز كويس عشان تقدر انك انت تعمل ريبوزيشن او تحط ايدك هنا وتعمل ريبوزيشن بايدك. او ساعات كانوا بيعملوا يوزنج اوف هيدروستاتيك بريشر زي سلاين او كده بهيدروستاتيك بريشر بحيث انه يعمل ريبوزيشن اوف اليوترس مكانه. وانس ان انت يو ديبوزيتد اليوترس يبقى ساعتها تقول له ادي بقى هنا البالكس عشان يكونتراكت على الوضع اللي احنا فيه ان هو وايل اليوترس از ان بليس. يعني فاليوتراين انفرجن اكستريملي رير. البريفنشن طبعا هو اللي بنعمله اكتر من التريتمنت، انك انت تاخد بالك ما تعملش تراكشن على البلاسنتا غير لما اليوترس يبقى كونتراكتد مش وهو لاكس، وتعمل ابورد موفمنت يعني بروبر مانجمنت اوف ذا ثيرد ستيج عشان ما يحصلكش يوتراين انفرجن. يوتراين انفرجن يحصل في الفاجينال ديليفري ولا في السيزارين سكشن ولا ده وده؟ فاجينال ديليفري. هي ممكن يحصل في السيزارين سكشن؟ مين يقول ممكن يحصل في السيزارين سكشن؟ طب مين بيقول لا طبعا مش ممكن يحصل في السيزارين سكشن؟ معظم الناس ما قالتش حاجه ليه؟ دكاترة انا ما شفتش يوتراين انفرجن غير في السيزارين سكشن. ما ليه ازاي هيخرج من السور؟ يا جماعه هيخرج من اللور الاوبن لور يوتراين سيجمنت مش كده ولا ايه؟ مش انت فاتح فتحه في اللور سيجمنت عشان تطلع منها بيبي والبلاسنتا والقصص دي؟ طب لو حصل انفرجن لليوترس يعني مش هيخرج من الاكسترنال اب، هيخرج من اللور يوتراين سيجمنت اوبننج الابر سيجمنت هيحصل له انفرجن ويخرج. وفعلا ممكن تحصل قوي وانت بسرعه بقى عمال تكلم اللي حواليك قبل مش مستني لسه اليوترس يكونتراكت او حاجه، بتجيب البلاسنتا لقيت البلاسنتا خرجت معاك مع اليوترس تلاقي الحق ده اليوترس كمان بقى. فطبعا اسهل للريبوزيشن هنا لانه هي كده كده واخده انستيزيا، طب زود الجنرال لو هي واخده جنرال، طب لاكس خيا خيات الاكس لو هي واخده سباينال، وساعتها تروح برده عامل هذا الريبوزيشن اسهل طبعا
من لو كان فاجينال، بس اكشلي طبعا ممكن يحصل في الفاجينال او يحصل في السيزارين سكشن. بس عشان لو حد سالكم يعني ما هو جات مثلا في الفولس وترو ومش عارف ايه، طب ما ممكن قوي ان هو يحصل يوتراين انفيرجن ان السيزارين سكشن، مش لازم ان هو يبقى في الفاجينال. في سؤال في اليوتراين انفيرجن؟ كده دكتور معايا الليفل الثاني بعد كده وكل السكشن هيحصل لا 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 خالص، ده فولتي مانجمنت، ده ياتروجينيك، ده غلطه الدكتور طبعا اليوتراين انفيرجن ده. ومش الا بقى لو هو نفس الدكتور بيعملها نفس الحاجه كل مره، لكن هو لا ده مش عادي، لان ده ما فيش بريديسبوزيشن من العينه. هو انت حصل الكلام ده لان انت عملت تراكشن وايز يوترس از لاكس خلاص، لكن مش ان هي العينه فيها مشكله. اوكي ده بالنسبه لليوتراين انفيرجن. في عندنا شق، وطبعا الشق ده انتوا بتاخدوه اكتر في البطنه وفي الجراحه، بس احنا في النساء في وان اوف ذا تايبس اوف شق اللي هو بنشوفه كتير قوي. هو ايه انواع الشوك اساسا؟ هيموراجيك سيبتيك نيوروجينيك كارديوجينيك. ما هايبوفوليميك هو اللي هيموراجيك، ما الهايبوفوليميك هو اللي هيموراجيك خلاص. ما هو ليه هايبوفوليميك؟ عشان حصل هيموراجيك يعني بالنسبه لنا. فكده بنتكلم على دي انواع الشوك باي فار. ايه اكتر حاجه احنا بنشوفها في النساء؟ هيموراجيك شوك. هو ده اللي هو بوست بارتم هيموراج، تخش منك هيموراجيك شوك. فهيموراجيك شوك is by far هو ده الأكثر type of shock احنا بنشوفه هنا في الأوبستريكس ديبارتمنت. طيب الهيموراجيك طبعا نيوروجينيك ده due to ايه؟ pain. فنيوتراين انفيرجن على فكرة البلاسانتا ممكن ما تبقاش separated، فبالتالي ما يبقاش معاه bleeding، فتلاقي ان هي بس دخلت منك في نيوروجينيك شوك عشان البريتون والستراتشن بتاع البريتون. فممكن النيوتراين انفيرجن يعمل لنا نيوروجينيك شوك لو انت عملت مثلا forcible dilatation، لان ال dilatation of the cervix is very painful، فممكن يبقى شوكي لو انت ما استخدمتش انستيزيا او proper anesthesia كانت light anesthesia. فدي اللي هو types of neurogenic shock اللي ممكن نشوفها في النساء. طبعا قليل قوي، بس يعني عشان تبقوا متخيلين احنا ممكن امتى نشوف neurogenic shock في النساء. طب septic shock peripheral sepsis دخلت في septic shock او septic abortion بالضبط كده، ودخلت مننا في septic shock untreated فدخلت مننا في septic shock. سكندري بوستبارتم هامرج وبربر سابسس، ده يعني لازم يبقى في سابسس وبعدين تخش منك في سابتك شوك. وده برده يعني رير ان احنا نشوفه في النساء، ليه؟ لان اكشلي سب كلينيكلي انت بتدايجنوز، حتى لو هي مثلا رابتشر ميمبرنز كوريو اميونايتس مش بتستنى ان العينه تخش منك في سابتك شوك، فاكشلي بتعمل لها مانجمنت قبل بكتير ما تخش منك في الكونديشن بتاعه الشوك. كلهم نفس التريتمنت كويس اللي هنتكلم عليه دلوقتي، بس طبعا نيوروجينيك لازم تدي مورفيا او كده عشان البين، وفي السابتك شوك لازم تدي برو سبيكتروم انتي بايوتكس بالظبط كده عشان السابسس اللي موجود، بلس تريتمنت اوف ذا كوز. لو هو نيوروجينيك يبقى تريتمنت اوف انفيرجن لو هو ده كان الكوز مثلا، او السابتك لو هو ريتين بارتس مثلا في السكند بوست بارتم هامرج انك انت تريموف الريتين بارتس. طيب نتكلم بقى على الهيموراجيك شوك. الهيموراجيك شوك ده سببه طبعا سيفير بليدنج، سواء كان البليدنج ده في ال ايرلي bleeding يعني bleeding in early pregnancy زي في ال inevitable abortion incomplete abortion الكلام ده، أو bleeding in late pregnancy لو antepartum hemorrhage دخلت منك في severe bleeding، أو postpartum hemorrhage دخلت منك في severe bleeding. يعني أي obstetric hemorrhage may lead to shock اللي هو circulatory أو hemorrhagic shock. هتعرف إزاي clinical picture of shock إيه هي؟ تعرفين الكلام ده أحسن مني طبعا. التاكيكارديا hypotension اللي بيحصل أول تاكيكارديا ولا hypotension؟ هايبوتنشن ده ريفلكس للتاكيكارديا. فاللي بيحصل الاول هو التاكيكارديا. يعني انت حتى دايما بنقول في البوست بارتم، في البوست بارتم مورد يا دكاتره اللي هي قاعد بعد الولاده، لو انت عايز انت رايح قاعد بعد الولاده، انت الدكتور الامتياز اللي موجود فالنايب بيقول لك ايه؟ روح خرج العيانين. خرج العيانين ايه؟ فايتالهم، خد فايتال ساينز يعني وخرج العيانين. ايه اهم حاجه تبص عليها الواحده في البوست بارتم وورد عايز انت تخرجها؟ بلس. طب انا كده حبيت العينين زي ما قال الناس، ايه اللي انا عملته في الموضوع؟ يعني انت لو عايز تبص مثلا على حاجتين بس قبل ما اخرج العيان، هبص على ايه؟ قلتوا لي بلس وايه كمان؟ ها كونشس. انا بتكلم معايا ده فعلا، انا وانا بعمل الحاجه الثانيه ببقى بتكلم مع العيانه عشان عارفه ان هي بتكلم معايا. يورين اوتبوت. هو مش كل عيني على فكره مركبين اساطر، يعني في البوست بارتم وورد مش طبيعي ان انا اركب لها اسطره الا لو في حاجه بقى انا بقى عايزه مونيتور فلويد انبوت واوتبوت وكلام من ده، لكن واحده والده طبيعي عادي اركب لها اسطره ليه؟ ها يا دكاتره افندم تمبريتشر. هل ايوه عشان الشوك؟ طب ما هو عشان تبقى كولد كلامي برده لازم يبقى او فيبرش. هو اهم حاجه عندنا في ببص على ايه في اليوترس؟
كونتراكشن بالظبط كده. شكرا. فيعني انت ايدك على بالس ايدك الثانيه على بطن العيانه اليوترس ده كونتراكتد ولا لا؟ بس هو ده المهم عندي. لقيته لاكس ايه ده في بليدنج؟ يعني هو ده اللي انت بتبص عليه البالس بتاعها واخبارك ايه مدام كله تمام اهي والبيبي ورضعتي ولا لا؟ اليوترس كونتراكتد ما عليهاش فاجينا بليدنج خلاص انت كده ممكن تخرج العيان وانت سيف. ليه؟ لان هو لازم تبقى تاكيكارديك الاول عشان يبقى فيه هايبوتنشن. فانت ممكن تخش تقعد ايه لا انا واحده بتندهك لا انا لازم امشي بالدور قاعد بقى لل 50 عيانه قبل ما تخرجهم تشوف تحتهم. طبعا اتس نوت ذكاء يعني ماشي بس هو مش ده الذكاء. الذكاء انك انت تعمل سكريننج الاول وان تلاقيها بقى تاكيكارديك او عندها شويه بليدنج اكتر او كده هي دي اللي تاخد الفول اتنشن بتاعك. لكن السكريننج ده مهم وبعد كده نكونفيرم. يعني السكريننج ده مهم. ايه السكريننج اللي احنا بنعمله؟ انك انت بتطمن البالس بتاع العيانه كويس فول بالس وما في مش تاكيكارديك ولا حاجه. اليوترس ده كونتراكتد معاها سيفير بليدنج وهي عماله تتكلم معاك العيانه زي الفل كده ممكن انك انت تخرجها وكده تقدر تبيك اب الناس اللي هم لا عندهم تاكيكارديا او كده اللي تبتدي فعلا تشوف الضغط بتاعهم او كده. ففعلا اول حاجه زي ما انتم بتقولوا في الكلينيكال بيكتشر ان انا بشوف البالس بتاع العيانه كويس بلاد بريشر اذا كان بلاد بريشر ده نورمال ولا ديكريز لانه في الشرط طبعا هتبقى هي هايبوتنسيف. لو مركبه قسطره او كده بشوف اليورين اوتبوت نورمال. اليورين اوتبوت قد ايه؟ كم مللي لتر بير اور؟ فاهم؟ 1 ايوه يعني كم بير اور كده 30 اكتر من 30 مللي بير اور طبعا. لو اقل من 5 ده بيبقى سيفير اوليجوريا. لو اقل من 5 مللي بير اور ده سيفير اوليجوريا. برضو الهارت ريت المفروض انه اقل من 100 كويس. لو هو اكتر من 100 ده بقى بيقول لك كلاسز كده ديفرنت كلاسز للشوك. لحد لو اكتر من 140 ده سيفير شوك او سيفير تاكيكارديا وسيفير شوك. برده اليورين اوتبوت يعني احنا بنبص على البالس والبلاد بريشر واليورين اوتبوت وده بيانديكيت الاماونت اوف بلاد بلس اللي هي حصلت من العيانه. طيب هتعمل لها تريتمنت ازاي لو واحده في هيموراجيك شوك؟ لو في كوز مثلا اتوني بعالج الكوز مع ان انا بعمل ايه اهم حاجه في الشغل ريبليسمنت هيبقى باي ايه دكاتره اللي هي ريسستيشن ده اللي هو بنعمل ايه انتوا عارفينها في الجراحه كمان اي بي سي مش كده ولا ايه اير واي اللي هي مينتين بروبر اير واي كويس بحطها وبعدين بريدنج اللي هو الاكسجين اوكسجينيشن وماسك اكسجين والسيركيليشن اللي هي ريبليسمنت سيركيليشن يعني السيركيليشن تبقى مينتيند باي ريبليسمنت. ايه الريبليسمنت اللي انتوا بتستخدموه؟ كريستالويد بالظبط. كريستالويد ده افيلبل اللي هو سلاين بتاع كريستالويد وممكن اديها كولويد عشان بلازما اكسباندر لحد ما يجي الكراس ماتشنج ويجي الدم. ايه انواع الريبليسمنت بلاد برودكت بلاد اند بلاد برودكتس اللي انتوا تعرفوها؟ يا اما هول بلاد والهول بلاد ده في ايه؟ في بلازما وفي ار بي سي. طب في كلوتنج فاكتور؟ لا لانه ستورد مش فريش كروز مش فريش بلاد. او الفريش بلاد هو اللي بيبقى فيه الكلوتنج فاكتورز لكن الستورد بلاد ده بيبقى فيه بلازما وبيبقى فيه ار بي سيز. يعني اكنك بتدي ار بي سيز بس معاها برده بلازما عشان لو انت عايز تعمل فوليوم اكسبانشن يعني خلاص. فده بالنسبه ممكن ادي هول بلاد بس خلي بالك لما تدي هول بلاد طبعا بتوفر لود السيركيليشن. لكن لو انت عايز بس عشان انيميا الهيموجلوبين هو اللي دروب احسن ان انا اديها باكت ار بي سيز. باكت ار بي سيز يعني يشيلوا البلازما وندي بس باكت ار بي سيز عشان اعللها الهيموجلوبين بتاعها من غير ما ادخلها في فوليوم اوفر لود او فلود اوفر لود. فالاوبشنز بتاعه الريبليسمنت يا اما هول بلاد يا اما ادي باكت ار بي سيز يا اما ايه فريش فروزن بلازما. واسمه فريش فروزن بلازما عشان ده فيه ايه هو الكلوتنج فاكتورز بالظبط هو اللي فيه كلوتنج فاكتورز. لو انا خايفه انها هتخش مني في دي اي سي او كده فانا بعمل ريبليسمنت باكت ار بي سيز او فريش فروزن بلازما. فريش فروزن بلازما فور الكلوتنج فاكتورز والار بي سيز دي عشان الهيموجلوبين. فده وفي حاجه اسمها كرايو بريسيبتد. سمعت عن كرايو بريسيبتد؟ ده اللي هو لو داخله دي اي سي هايبوفايبرينوجينيميا وكده ده في سيرتن كلوتنج فاكتورز اللي هو فاكتور 8 وفاكتور 13 يعني في بعض الكلوتنج فاكتورز اللي هو بندي اكتر الكرايو بريسيبتد ده لو كانت هي في دي اي سي او هايبوفايبرينوجينيا. ده بالنسبه للريبليسمنت. طبعا في بليتلتس لو هي في هارت سيندروم هيموليسيس والبيت اللي هي الليفر انزايم لو بليتلت كاونت فبدلها بليتلت يونت. فدول البلاد او البلاد برودكت ممكن يبقى عندنا هول بلاد ممكن يبقى باكت ار بي سي كراش بوزن بلازما اللي هو في كلوتنج فاكتورز الكرايو بريسيبتد او البليتلتس. فده بالنسبه للريبليسمنت بتاعنا. في سؤال في الشوب؟ طبعا السي سيركيليشن مع الريبليسمنت ده بتديلها دوبيتامين حاجه ان هي تعمل للهارت يعني الكونتراكتيليتي بتاعت الهارت. ده بالنسبه للشوب. اخر حاجه هنتكلم عليها يا دكاتره هو الدي اي سي او الديسيمينيتد انترافاسكولار كواجولوباثي او اسمها الثاني هو ايه؟
هايبوفايبرينوجينيميا بالظبط كده او كونسامبتيف كوجيولوباثي. ايه الاسباب اللي ممكن تخلي السكه تخش في دي اي سي؟ بريكلامسيا يحصل منها ايه؟ البريكلامسيا بريكلامسيا لوحدها ما دخلهاش في دي اي سي، لازم ايه تبقى كومبليكيتد بايه افندم؟ يعني كوبلاري انترس او كونسيلد اكسيدنتال هيمرج، لازم تبقى كونسيلد اكسيدنتال هيمرج هي اللي دخلها في دي اي سي، لكن بريكلامسيا لوحدها ما تدخلش. او بريكلامسيا هيلب سيندروم تخش في دي اي سي، هيلب اللي هو اليفيت هيمولايسيس اليفيت ليفر انزيمز لو بريكلامسيا. يعني بريكلامسيا بير سي ان كومبليكيتد ما تدخلش في دي اي سي، لازم تبقى كومبليكيتد باي يا اما اكسيدنتال هيمرج كونسيلد اكسيدنتال هيمرج يا اما باي هيلب سيندروم. ايه كمان؟ مست ابورشن وانترا ترانكتال ديث. اني اكتر مست ولا انترا ترانكتال ديث؟ طبعا انترا ترانكتال ديث. كويس، وهنقسمهم دلوقتي تقسيمه بسيطه. ايه كمان؟ ايه اكتر سبب يعمل لنا دي اي سي؟ تدخل سكه دي اي سي ماسيف هيمرج بالظبط كده، ماسيف بلاد لوس او ماسيف بلاد ترانسفيوجن الاثنين. يعني يقول لك خدت 40 كيس دم دي ده هتخش منك في دي اي سي رسمي. فالهايبوفايبرينوجينيميا دكاتره ماسيف بلاد لوس او ماسيف بلاد ترانسفيوجن الاثنين يدخلوا في دي اي سي. الماسيف بلاد لوس او ماسيف بلاد ترانسفيوجن كونسيد اكسيدنتال هيمرج زي ما قلت، والهيب سيندرول الامنيوتيك فلويد امبوليز. امنيوتيك فلويد امبوليزم يعني الست اول ما تولد او حتى ممكن قبل ما تولد تلاقي لو ساينسز مفتوحه ودخل فيها افتر رابتشر اوف ميمبرنز دخل فيها بارتكلز من الامنيوتيك فلويد، ممكن يدخلها في سادن كولابس وهايبوتنشن وساينوزس اللي هو ده الامنيوتيك فلويد امبوليزم، فممكن يدخلها ليتر اون في دي اي سي. فدي الاسباب. وانترا ترانسفيوجن ليه انا فصلتهم؟ لانه الدي اي سي اسمها كونسامبتيف كوجولوباثي، يعني في ستيميليشن للباثويز بتاعه الكوجيليشن. خلاص يعني بتعمل ستيميليشن للباثويز. احنا عندنا انترنسيك واكسترنسيك. الانترنسيك باثوي بيبقى ستيميليت في كل الحاجات اللي فوق دول، اللي هو يعني ما فيش يعني حاجه ملموسه غير ان هو كومبليكيشن اوف ايكوز. لكن الاكسترنسيك بيبقى ستيميليتد بالثرومبوبلاستين ماتيريال. انت يبقى في ريليز اوف ثرومبوبلاستين ماتيريال في الانترايتانفيتال ده، في الانترايتانفيتال ده، فتلاقيها اكتر دي ثرو اكتيفيشن اوف اكسترنسيك. مش مهم اكسترنسيك ولا انترنسيك باثوي، المهم ان هم كل دول اسباب يدخلوا في دي اي سي. طب لو هتعمل تريتمنت للدي اي سي هتعمل ايه؟ ريبليسمنت. ما ريبليسمنت في حاجه مهمه، تريتمنت اوف ذا كوز. ما هو ريبليسمنت هيبقى ديفينتلي يبقى فريش بقى تريتمنت اوف ذا كوز. ما انت لو هي انترا ترانسفيتال ديث وانت سايب العيل وعملت ريبليس، او ان هي مثلا بي اي اتش وحامل او هابس، ما انت لازم تعمل تريتمنت اوف الكوز اللي موجوده. كويس، لو في كوز معين ما كانش ديوتو مثلا بلاد ترانسفيوجن او كده يبقى وماسيف بليدنج، يبقى تريتمنت اوف ذا كوز بلس ريبليسمنت. ريبليسمنت بيبقى باي ايه يا دكاتره؟ لازم فريش فروزن بلازما او كرايو بريسيبيتيت. كويس، يعني هو ده اللي انت بتريبليس بيه. طيب هو انت بتعرف ازاي انها دخلت في دي اي سي؟ ممكن نعمل سي بي سي الاقي ايه؟ ما هو هو دي هي هايبوفايبرينوجينيميا. طيب بالتالي انا اعمل ايه انفستيجيشن؟ الكواجيليشن بروفايل البي تي او البي تي تي. كويس، بلاقي ان هو عالي طبعا لان الكواجيليشن هياخد وقت. كويس، والفايبرينوجين هيبقى قليل. هو نورمال الفايبرينوجين قد ايه؟ من 360 ل 600، من 350 ل 650 ملي جرام بر ديسيليتر. لو اقل من 100 ملي جرام بر ديسيليتر ده بنقول عليه هايبوفايبرينوجينيميا او دخل منك في دي اي سي. وبتلاقي البرودكتس اوف ديجراديشن اوف فايبرينوجين اسمها ايه؟ اف دي بيز او فايبرين ديجراديشن برودكتس او دي دايمرز. دول بنلاقيهم عاليين، ده معناها فعلا ان الفايبرينوجين ده بيتكسر. وهتلاقي ان هي البليدنج البلاد بقى زي الميه لان بقى في كونسامشن للكلوتنج فاكتورز. فهتلاقي ان هو من مركبه كانيولا مثلا في زي ميه بينزل منها، الدم ده بقى زي الميه ما بيبقاش كلوتنج. يعني تلاقي ان الست بدل ما كان الدم بيكلوت كويس بنلاقي ان هو خلاص بقى دم بينزل منها زي الميه، ما بقاش يبقى في كلوتنج لان بقى في كونسامشن للكلوتنج فاكتورز. فعشان كده التريتمنت بيبقى تريتمنت اوف ذا كوز ريبليسمنت. الريبليسمنت بيبقى بفريش فروزن بلازما لان بيبقى في دول اللي هو الكلوتنج فاكتورز بلس ممكن بتدي كرايو بريسيبيتيت. طب اديلها هيبرين عشان الكونسامشن والثرومبوزس اللي ممكن يحصل نذر ازر لان هو اصلا هي الدم بتاعها ميه، فهتدي هيبرين عليه ازاي؟ فده بالنسبه للدي اي سي. وده اكشوالي بيحصل از ريزلت اوف كومبليكيشن، يعني مش ممكن تخش هي الدي اي سي كده لوحدها، لازم يبقى في كوز هو اللي دخلها في الدي اي سي. يوم الخميس ان شاء الله هناخد الاسسمنت اوف فيتال واي بي، وهيبقى الامتحان على الانتي بارتم انترا بارتم بوست بارتم هامرج وعلى الاسسمنت اوف فيتال واي بي. شكرا.